أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الجهر بالإلحاد لمن استطاع إليه سبيلا. آسفين كثير أصدقائي لتأخير هذا 13 دقيقة تقريبا بسبب أعطال فنية، ودائما تحصل معنا الأعطال الفنية، فنعتذر منكم شديد الاعتذار. على كل حال، طبعا مثل ما بتعرفوا حلقتنا اليوم أصدقائي هي أسس الفلسفة المثالية مع أخونا فؤاد الصباغ. بالبداية خلونا نرحب بأخونا فؤاد. أهلا وسهلا فيك فؤاد. تحية لك أخ جون ولكافة المشاهدين والمشاهدات، وأعتذر بسبب التأخير لأنه كان سبب تقني. تفضل أخ جون. ولا يهمك ولا يهمك. طبعا أصدقائي اليوم راح يعني نحاول نفهم مع بعض ما هي الفلسفة المثالية، وكيف بيفكروا أهالي أصحاب الفلسفة المثالية. بداية أخوي فؤاد، ما هي الفلسفة المثالية أو والشمولية، يعني تحطيتهم مع بعض؟ طبعا الفلسفة المثالية، أو هي بشكل أوضح هي نظرية الخلق الدينية، أو المقصود بالمثالية هو الشيء الكمولي الشامل الذي يعرف كل شيء ولا لديه أخطاء أو عيوب، أي بمعنى المثالي. هذا هو المقصود بالمثالية، واللي معروفة هي بنظرية الخلق الدينية التي تقر بوجود الإله أو الله، الله العليم القدير القوي الذي يعرف كل شيء في بواطن الأمور. هذا هو المقصود، أي هو الكينونة المثالية في العالم الوجودي أو ما وراء العالم الوجودي. يعني المهم، هذا هو التقرير حيث يؤمن فيه كثير من العلماء والفلاسفة بالفلسفة المثالية أو نظرية الخلق الدينية، والتي هي نقيض الفلسفة المادية أو النظرية الفلسفة الملحدة. تفضل أخ جون. لا آسف يسمع. كثير، آسف كثير أصدقائي. أنا أرحب بكل الأصدقاء، طبعا حبيبنا أحمد حرقان والأخ أخوة كثير بصراحة، هسام، يونيفرس هيومن، يونيفرسال هيومن، هشام، رياض، مستر بلاك، رانيا أظن معنا كمان. أهلا وسهلا بكل الأصدقاء. أتمنى يعني وقت رسول الصباغ. أهلا وسهلا يوسف، أهلا وسهلا بكل الأصدقاء. أتمنى أصدقائي إذا بتقدروا كمان تشاركونا رابط الحلقة حتى تصل لأكبر عدد ممكن من الأصدقاء. خلينا نروح على نقطة ثانية، شو حكمة الوجود بوجود الله؟ شو كيف ممكن نفسرها؟ هو لا شك في أن الفلسفة المثالية هي فلسفة عميقة كالفلسفة المادية، شايف كيف؟ وهما الفلسفتان التي ظهرتان منذ أن ظهر الإنسان على هذه الأرض وتساءل على ماهية الكون وكيف نشأت الحياة وما بعد الموت. طبعا ذكرنا بشكل عام ومختصر على وجهة الفلسفتان، لكن تحدثنا عن الفلسفة المادية الملحدة بشكل أوضح في حلقة سابقة، واليوم سوف نتحدث عن الفلسفة المثالية. وهذه الفلسفه هي اعمق من الكتب الدينيه. يعني اذا لو اخذنا نحن الكتب الدينيه الابراهيميه مثلا، تتحدث عن الله والروح وان هذه الروح قويه وخالده وكذا، لكن دون اي تفسير عقلاني، بس مجرد ان هي قوه خارقه اوجدت الكون من العدم الى الوجود، وياتي ويذهب الانسان الى حياه ثانيه ما بعد الموت. لكن الفلسفه المثاليه لها تفسير اعمق من هذا الامر. شايف، هناك كثير من العلماء والفلاسفه من اطباء وعلماء في المختبرات العالميه يؤمنون بان وجود اله خالق ووجود حياه ما بعد الموت. اذا هي بشكل اشمل واوسع مما هو موجود في الكتب الدينيه. وهذه الفلسفه سوف تزيد معرفه الكثير من الملحدين، وكذلك تضيف الى معرفه اكثر للمؤمنين، خاصه الذين يؤمنون بالكتب الدينيه من خلال نظريه الخلق، لكن لا يعرفون بالفلسفه المثاليه ما هي وكيف ينظر الفلاسفة المؤمنين حول الكون والعالم، والتي هي نقيض النظرية المادية. السؤال الأول الذي يطرحه كل إنسان، أيهما أسبق في الوجود؟ هل الكون أزلي أبدي غير مخلوق، أم هناك قوة خارقة؟ طبعا تحدثنا بأن المادية لا تقول بأن الكون أزلي أبدي، وقدمنا البراهين العديدة تثبت على أزلية المادة استنادا إلى القوانين العلمية دراسات في علم الأجنة وعلم المستحاثات وعلم الفيزياء والكيمياء وإلى آخره. أما الفلسفة المثالية فإنها تعتمد على براهين كثيرة، لكن هذه البراهين براهين عقلانية
لا تمت بأي صلة من الصلات إلى العلم وقوانين العلم، يعني لا يمكن بأي شكل من الأشكال. لكن بالرغم من ذلك فإن هناك كثير من العلماء والفلاسفة يؤمنون بوجود إله أو الله وحياة ما بعد الموت، يعني لكن هذا الإيمان هو إيمان عقلاني على استنتاجات عقلانية من خلال النظرة إلى الكون والحياة. فمثلا من حكمة الوجود، يعني كيف يقول الفلاسفة المثاليون بحكمة الوجود؟ يقولون بأن هذه الحركة الكونية من الكواكب والنجوم والشمس، أو الشمس نجم ثابت وبقية الكواكب وحركة البحار والمياه، هذه تدل على وجود قوة خفية ما ورائية هذا الكون المادي من العدم إلى الوجود. أي هذا النظرة الشمولية للكون يدفع الفلاسفة والعلماء المؤمنين إلى الإيمان بوجود الإله. شايف كيف؟ يعني كاستنتاج عقلي فقط لا غير، بأن هذا الشيء لا يمكن أن ينشأ عن عبث أو الكون، فيعتبرون بأن الإله الأزلي هو الذي جلب الكون من العدم إلى الوجود. هذا هو المقصود فيه بحكمة الوجود من خلال وجود الله. تفضل أخ جان. أشكرك أخوي فؤاد. طب التساؤل في العقل البشري في عن ماهية الوجود، كيف إجا؟ كيف العقل البشري ينظر للوجود؟ هل الوجود مثلا خلينا نقول حتمي، ولا اللا وجود هو الحتمي؟ لا شك، أنا برأيي أن الحقيقة هي يجب أن يكون كل كلام يطلقه أي إنسان يجب أن يكون يعني مبرهن ببراهين مادية محسوسة لكي لا يبقى أي مجال للشك. هذه الحقيقة أنا برأيي أشوفها أراها. يعني هلأ هناك تفسيرات كثيرة يعتبرون بأن الإله موجود بالرغم أننا لا نراه، هذا ما يقول الفلاسفة المثاليون. يعني هذا البحار الواسعة أو الجبال أو حركة البراكين، شايف كيف؟ أو إذا تعمقنا أكثر مثلا عندما نرى أن كيف يتكون الجنين، شايف كيف؟ أو تتكون الذرات وبنية الذرة والإلكترونات والبروتونات، شايف كيف؟ من خلال النظرة هنا تختلف نظرة الفلاسفة المؤمنين عن الملحدين، شايف كيف؟ الفلاسفة الملحدين يعتمدون على التجارب العلمية والمخبرية، شايف كيف؟ ويصلون إلى نتيجة بأن الكون أزلي أبدي، بينما الفلاسفة المؤمنون لا يعتمدون على تجارب وإنما من خلال الاستنتاج العقلي والتحليل العقلي. يعني بنية الذرة مؤلفة من إلكترونات وبروتونات، شايف كيف؟ ويأتون بمثال بسيط، يعني مثلا السيارة، من صنع السيارة؟ الشركة الفلانية تم بتصنيعها وتركيبها. إذن بنية الذرة تدفع إلى وجود قوة، هذه القوة تفوق قوة الوجود وقوة الكون الذي يدعى الإله أو الله، شايف كيف؟ فهون القوة الوجود من الذرات والكواكب والحركة، الحركة قد تكون منتظمة أو قد تكون عشوائية، لكن بشكل عام يستنتج العلماء المؤمنون بأن هذا الكون لا يمكن أن ينشأ عن عبث، شايف كيف؟ كاستنتاج عقلي، استنتاج ومن خلال النظرة العامة، شايف كيف؟ هذه هي النقطة التي يعتمد عليها الفلاسفة المؤمنون في حول تبرير بوجود إله، شايف كيف؟ هون هي النقطة التي تختلف مع الفلاسفة الملحدين. تفضل أخ جان. يعني بصراحة سمعنا كثير. أي شخص مؤمن أول سؤال بطرحه عليك إذا حاولت ناقشه أو عارف أنك ملحد راح يقول لك طب أنت مين خلقك؟ يعني المشكلة إنه العقل البشري ما عم يقدر يستوعب إنه في أشياء ما بنعرفها بعدين بنعرفها. فالمثاليين ليش برأيك ليش يتوقفون عند هذا الحد؟ يعني ما بيعطوا لعقلهم فرصة إنه أوكي خلينا نبحث لبعدين؟ ليش مو مباشر يصلوا للاستنتاج إنه هل الكون هذا لازم يكون فيه موجد أوجد هذا الكون؟ صحيح، في فكرة إنه المؤمنين الفلاسفة المؤمنين أو المؤمنين بشكل عام يقولون من خلق الإنسان أو تركيبة الإنسان بحد ذاته، يعني شايف كيف؟ يعني هذا السؤال الذي يطرحوه وهي نقطة قوة عندهم، شايف كيف؟ لكن الإجابة لا تتم بين ليلة وضحاها ولا تتم بهذه البساطة. فنظرية التطور نظرية عميقة وطويلة، وقانون صراع الأضداد وقانون تراك تحول الكم إلى كيف وقانون نفي كل عملية مترابطة، فشرحها لا تتم بفترة قصيرة. لكن عندما يقولون بأن الإنسان من خلقه، شايف كيف؟ هناك سؤال بسيط يطرحه الناس وهو من عامة الناس قد يكون في العالم العربي منتشر، يقولون أيهما أسبق في الوجود، الدجاجة أم البيضة؟
لاحظ سؤال منطقي، يعني الإنسان يتساءل، وهناك أنا متأكد كثيرين يعني الدجاجة أم البيضة، وسؤال محير، لكن علميا تبين بأن الدجاجة قبل البيضة. لماذا؟ لأن الدجاجة نشأت نتيجة تطورات الخلايا وعبر آلاف من السنين، ونشأ الجنسين الذكر والأنثى، وبعدها حصل الإلقاح ونشأت البيضة. إذن علميا الدجاجة قبل البيضة، لكن إذا سؤال عام لعامة الناس فسوف لا يجيبون على هذا السؤال، يضعون في حيرة. إذن تكوينة الإنسان هي تكوينة معقدة، لكن لم تتم بين ليلة وضحاها، شايف كيف؟ فهنا النقطة التي يستطيع أن يكون الملحد أن يقف ويقول له طبعا هذا السؤال عليه له الجواب، لكن هذا يحتاج إلى وقت وإلى زمن، شايف كيف؟ يعني نعطي مثال أقرب، مثلا كمادة النبيذ أو الخمر. الخمر عندما يضعونه في القارورة لسنوات طويلة يصبح معتق، وتتغير الطعم من خلال التفاعلات التي تحصل. منشأ ماي عملية سهلة لنقول مثلا كيف يتحول مثلا من زواحف، من مثلا من برمائيات، من مائيات مثلا من سمكة إلى زواحف إلى برمائيات وهكذا. هذا لا يمكن أن ينشأ بين ليلة وضحاها، شايف كيف؟ فعملية تطورية. لكن هنا النقطة التي يقف فيها الفلاسفة المثاليون ويقولون إذن لكل كينونة لها قوة خارقة جلبته من العدم إلى الوجود. لكن هذا الكلام منطقي إلى حد ما عقلانيا، لكن لا يوجد أي برهان عملي علمي واقع نراه بأعيننا ينتقل أو يظهر بين ليلة وضحى أو فجأة هذه كائنات حية، هذه النباتات، هذه كذا، لا، شايف كيف؟ فهنا يستطيع الملحد أن يقف أمام المؤمن ويقول له طبعا عندما تقول كيف نشأ الإنسان، طبعا الإنسان نشأ عن طريق التطور، شيء رويدا رويدا، لا يمكن أن نقول فجأة، شايف كيف؟ لكن عندما يعجزون عن تفسير ظاهرة معينة يعود المؤمنون ويقولون بأن الإله المطلق هو الذي جلب هذه الأمور، ولا سيما بأن الأمور تتغير وتتبدل مع الزمن، هناك مواد تتفاعل، تظهر مواد جديدة وتختفي مواد جديدة، لكن المادة لا تفنى، أحد أسباب أزلية وأبدية الكون. فهذه التغيرات تظهر أمور جديدة وتفاعلات جديدة وحيوانات وكائنات جديدة وتنقرض كائنات كما حصل للديناصورات. فالعملية ليست عملية سهلة، لكن هنا نستطيع أن نقول للمؤمن بأن كينونة لا تنشأ بين ليلة وضحاها. تفضل أخ جان. أشكرك أخوي فؤاد. طيب أنا أصدقائي أتمنى منكم طرح الأسئلة لو سمحتوا، يعني بصراحة مثل ما بقولوا بدنا أسئلة، بدنا نتفاعل مع بعض، وإذا في عندكم أسئلة من أسئلة أخوتنا المؤمنين أصدقائي، يعني أنا شايف أصدقائنا المؤمنين أظن قليلين موجودين بالشات، إذا في عندكم أسئلة مرددة مكررة من أخوتنا المؤمنين يا ريت تطرحوها، أي سؤال بخطر على بالكم خلونا نناقشها مع بعض حتى نفهم ونوصل فكرتنا لأهالينا المغيبين يعني للأسف الشديد. طيب قوة الوعي البشري يا أخوي فؤاد، قوة الوعي البشري أو الروح الإنسانية هي يعني في الاختراع والإبداع هو دليل على قوة الله، يعني هن بيطرحوا هالموضوع إنه الإنسان هذا المبدع، هذا الكائن المعقد، فهذا لا يدل إلا على وجود كائن عاقد منه ودليل على وجود الله يعني بالتخزين. شو رأيك؟ وفي نقطة أساسية هو إنه العقل البشري من إنسان لإنسان يختلف، كما ذكرت وناس عاديين بسطاء وناس أذكياء وناس عباقرة، كيف نظرة للحياة وللمحيط تختلف والتقييم والاستنتاجات تختلف. لكن بشكل عام يعني المؤمنين كما ذكرت المؤمنين عددهم أكثر، لكن هذا لا يعني بأن الإيمان صحيح والإلحاد خطأ، لا أبدا، كيف؟ لأن الحقيقة تعتمد على براهين وتجارب مخبرية، وهي تضع كالمعادلة الحسابية 1+1=2، فالأمرية واضحة. لكن باعتبار الغالبية العظمى من الناس يعجزون عن تفسير أي ظاهرة معينة فيردونها إلى منشأ غيبي مطلق، يعني كما ذكر ظاهرة قوس قزح كانوا قديما يعتبرون هذا من عند الله أو هذا من قوة الإله أو أي شيء آخر أو ظهور مرض جديد أو كذا يؤدي إلى هلاك البشرية، يقولون هذا من قوة الإله الذي يقتل البشر بسبب عدم عبادة الإله. يعني مثلا هناك لنفرض في أواسط في القرون الوسطى
كان هناك مرض يقال الموت الأسود Black Death بالإنجليزية، وهو حصد كثير من الناس في أوروبا. كان سببه عبارة عن فيروسات أو جراثيم أتت من الهند ووصلت واستمرت لعقود، يعني على ما أعتقد 40 أو 50 سنة، المعروف بالبلاك ديث الموت الأسود، وقضى على ناس. لكن الناس في ذلك الوقت عجزوا عن معرفة سبب المرض، فحصد كثير من الناس وعرفوا بأنه هذه هي عقوبة من الله، وازداد الصلاة وازداد الذهاب إلى الكنائس في أوروبا بكونهم يؤمنون بالمسيحية. ولكن بالرغم من ذلك كان المرض يدخل إلى الكنائس وهم يمارسون الصلاة يفتك فيهم ويموتون. يعني لاحظ الله لا يستجيب، بس لكن حسب المعتقد بأن الله هذه كارثة من الله. أو هناك كانت كنيسة في البرتغال في القرن 15 يمارسون الصلاة، حصلت هزة أرضية وماتوا كلهم ضمن الكنيسة. لاحظ يعني إذا الله أين هو الله؟ يعني ما هذه الديانة صحيحة أو خاطئة بغض النظر، لكن هؤلاء مؤمنون فيجب على الله أن يقوم بحمايتهم. يعني المقصود أنه المؤمنين عندما لا يعجزوا عن تفسير ظاهرة معينة أو ظاهرة علمية يردونها إلى منشأ غيبي مطلق. لاحظ هذا هو الخطأ الكبير، لا يعرف. فبدلا من البحث عن سبب ظهور أي ظاهرة أو حركة كونية في الفضاء أو في الأرض أو مرض ما، يردونه بأنه هذا هو الله. فإذا نحن لم نحن لا نسمع له، لا نصلي له، لا نعبده، إذن هو يعاقبنا. فالعقل البشري عندما يكون ضعيفا يستنجد إلى قوى غيبية، يقع في مشكلة يستنجد. فإذا قوة العقل في فهم الأمور، شايف كيف، تدفعه للبحث عن معرفة الأمور التي تحصل من أمراض ومن حركات بركانية وشهب وفي الفضاء الخارجي. شايف كيف؟ هذه هي النقطة الأساسية يجب على المؤمنين الذين يؤمنون كإيمان عقلي. احنا ناهيك عن الكتب الدينية، الكتب الدينية تاريخية ومرت في زمان معين، فيها الحكم والأقوال كثيرة والأمثال، لكن فيها كثير من القصص التي لا يصدقها أي إنسان، يعني قليلة من العقل لا يصدقها، بس لكن الناس تؤمن هم أحرار. لكن الفلسفة المثالية الذين يؤمنون لا يكفي، وإنما يجب على البحث عن الأسباب الظواهر التي تحصل في الكون. وهنا نقطة الخلاف بين الملحدين والمؤمنين. الملحدين يسعون لبحث الحقائق والكشف عن كل ظاهرة كونية، بينما المؤمنين كالعلماء لكن الغالبية عندما يعجزون عن تفسير ظاهرة معينة يردونها لمنشأ غيبي مطلق. هنا العقل لعب دور سلبي عوضا من أن يقوم بالبحث عن معرفة ظاهرة معينة في الفضاء أو في الأرض أو كذا، يردونها إلى منشأ غيبي ويقول هذا من الله وينتهي الأمر. وهنا يكون الجانب السلبي في المؤمنين، يعني نقطة ضعف في المؤمن أنه ينسحب ولا يريد أن يعرف الحقيقة. تفضل أخ جان. بصراحة أنت أوردت نقطة كتير مهمة، أنه المؤمن يعني بيدعي لربه بيدعي لربه، ومثل ما قلت دخل الكنائس حتى المرض، ولكن يعني بدون ما هالعقل هذا يرجع يفكر بذات الإلهية هي، أنه عم بدعي له مرارا وتكرارا والمآسي عم تتكرر مرة تلو الأخرى تلو الأخرى، وبدون يعني العقل يحاول انه يجد تبرير لهالاله هذا. برايك شو الدافع على العقل هذا انه يجد تبرير لهالاله، مع انه بينال هالاله هذا اللي المفروض هو الخالق عم ينزل فيهم كل المصائب كل البلاوي، عم ينزل فيهم عم بيدعوا لهم مرارا وتكرارا عم بيدعوا له لهذا الاله، ولكن الاله لا يستجيب والمآسي تتكرر والدعوات تتكرر والنتيجة نفسها. برأيك ليش هالعقل هذا لا يتساءل عن حقيقة الله بكل معنى الكلمة، أنه لا يوجد الله بما أنه كل هالدعوات تتكرر وكل هالمآسي تتكرر؟ هو الإيمان بوجود الله وبحياة ما بعد الموت، شايف كيف، تدفع الإنسان المؤمن بالارتياح. أولا سوف لن يفنى، لن يموت وينقرض، سيستمر في هذه الحياة أو ما بعد الممات. كيف؟ إذن فعندما يؤمن بالإله كيف؟ تدفعه هذه الراحة النفسية إلى الاستمرارية، يعني لا يستطيع أن ينكر الله، سوف يعتبر حاله بأنه سيموت أو إن الله سوف يقتله. إذن يستمر في الإيمان بالرغم من المصائب وبالرغم من المشاكل التي تجي وبالرغم من الأمراض الفتاكة والبراكين والزلازل التي تحصل وتحصد المئات ملايين الناس، شايف كيف،
لكن يبقى الإنسان يؤمن لماذا؟ لدافع الاستمرارية في الوجود، يعني سوف لن يموت، ولو مات في هذه الحياة سوف ينتقل إلى حياة ثانية. كيف؟ هذه النقطة التي تعطي التبرير في الاستمرارية في الإيمان. يعني هناك أناس يتعرضون لمصائب كثيرة وكذا الله لفترة معينة، أو يتساءلون لماذا الله سوف يعني يزعجنا أو يصيبنا المصائب والمشاكل ونمارس واجباتنا. يعني قد يكون إنسان مؤمن كان مسيحي أو مسلم ويمارس شعائره الدينية، وسرعان ما أصيب بمرض السرطان وخلال أشهر معدودة الحياة. يعني هنا يتساءل الناس لماذا نحن نقوم بواجباتنا، لماذا يقتلنا، شايف كيف؟ لكن هو باعتبار أنه سوف لن يفنى فيبقى في الإيمان، برغم أن هذه الأمور تعطي كثير من الناس إلى الإلحاد أو نكر لله أو عدم المبالاة به. يعني هو موجود كالطاولة، أنا لا أبالي، هذه الطاولة لا تنفعني، هي موجودة لكن لا أبالي بها، لا، يبقون لأن هذا الإله هو الذي سيبرر له في الوجود في المستقبل. هذه هي النقطة الأساسية في المؤمنين برغم المصائب التي يصابون بها. تفضل أخ جان. برأيك يعني هي عقلية المقامر؟ عقلية المقامر يعني نستطيع أن نقول إلى حد ما، يعني إذا تجاوزنا يعني بالمفهوم المجازي، يعني كما هناك في كثير من حتى على ما أعتقد بعض الفلاسفة، لا أذكر بالضبط من هم، لكن يعني نؤمن بالله، ماذا نخسر نحن إذا آمنا بالله كشيء زائد؟ إذا كان موجود فنحن كسبنا الجنة، إذا لم يكن موجود فنحن لا نخسر شيء، يعني شيء زائد. بس لكن الإنسان عندما يكون مؤمن له نمط حياة معين، وعندما يكون إنسان ملحد له نمط حياة معين، المسيحي له نمط حياة معين، كيف؟ مثلا المسلم والمسيحي مؤمنان يؤمنون بالله بس لكن نمط حياة معين، ذاك يعني يؤمن بالصليب، هذا يؤمن بالنبي محمد، هذا مثلا يشرب المشروبات الروحية، ذاك لا يشرب مشروبات روحية، نمط الحياة تختلف، نمط الحياة تختلف يؤدي إلى التضارب. فلذلك وجهات النظر، فإذا كان الإنسان يؤمن وإذا قال إذا الله لم يكن موجودا فنحن لا نخسر شيء، لكن ما هو نمط الحياة الذي سيعيش فيه؟ هل سيؤمن بالله؟ هل سيصلي؟ هل سيصوم أم لا؟ كالملحد، كما الملحد لا يمكن أن يصوم، لا يمكن أن يصلي لأنه لا يؤمن، يستمتع بالطبيعة لأنه يعتبر أن الحياة الجنة والجحيم على هذه الأرض. لاحظ الفرق. كما يقول الفلاسفة كثيرين الإيمان، لا أؤمن إذا كان الله موجودا موجودا، إذا لم يكن موجودا فأنا لم أخسر شيء. الحياة كيف؟ فالأمر واضح. تفضل أخ جان. طيب خلينا ناخذ السؤال، إجا من يونيفرسال هيومن عم بيقول: أستاذ فؤاد، أرجو التطرق إلى المدرسة المثالية المطلقة من أفلاطون إلى أعلى تجلياتها عند هيجل، وشكرا. صحيح، وأنا كنت سوف أتحدث بهذا الموضوع. الفلسفة المادية والمثالية تيران رئيسيان في الفلسفة موجودة منذ أن ظهر الإنسان، وهو منتشر في كل أنحاء العالم، في الهند وفي الصين، حتى في الشرق الأوسط ما قبل ظهور الإسلام، يعني في الديانات البابلية والفراعنة، وكذلك في حضارة المايا والأزتيك. لكن ما هو متوفر لدينا الآن هو الفلسفة المادية والمثالية في اليونان، حيث كانت الفلسفة رائدة أكثر من المناطق الأخرى في العالم القديم. هناك عندك فلاسفة ملحدين كما ذكرت، الفيلسوف إبيكور وهو الملقب بنبي الإلحاد في القرن الخامس قبل الميلاد، هناك ديموقريتس وهيراقليطس، هؤلاء فلاسفة ملحدين الذين قالوا بأزلية وأبدية الكون. أما الفلسفة المثالية وهي نظرية الخلق الدينية وهو أفلاطون، وهناك أرسطو، وهناك كثير من الفلاسفة، حتى أن أرسطو ألف كتاب المدينة الفاضلة، حيث تحدث بأن المدينة المثالية، المدينة التي تخلو من العراق والغش والخداع والكذب، وهي تكون مدينة مثالية، يعني عملية انعكاس الجنة لكن على الأرض. أفلاطون هو فيلسوف مؤمن، فيلسوف عالم مؤمن، كما إبيكور فيلسوف ملحد. طبعا الفلاسفة مرة كثير من الفلاسفة حتى في القرون الوسطى، هناك العديد من الفلاسفة المؤمنين وكذلك الملحدين، بالإضافة كلهم علماء بالمناسبة، يعني ليسوا أناس بسطاء الملحدين علماء، لا، من يعني كلا الطرفين. وأنا أذكر دائما يعني العلماء وفلاسفة مؤمنين وملحدين، حتى الفيلسوف الألماني هيجل. الفيلسوف الألماني هيجل
وهو صاحب النظرية المثالية المطلقة، والذي ألف عدد كثيرة عن الفلسفة المثالية أو نظرية الخلق الدينية، وهو الذي يفسر أو بشكل عام الفلاسفة المؤمنين. وهيجل بالذات يقول بأن الوعي الموجود في الكتلة العقل البشري هذه تفكر بالاستناد إلى قوة روحية مطلقة هو الإله. يعني الإله هو الذي يعطي النبضات إلى العقل البشري أو الوعي الموجود في المخ ويبدأ بالتفكير، شايف كيف؟ لأن المخ هو الوحيد الذي يفكر. وألف كثير من الكتب، وهناك له كتاب مبادئ فلسفة الحق لفيلسوف هيجل، وهو فيلسوف ألماني عاش في القرن 19، وكان هو تلميذ أو أستاذ لكارل ماركس الفيلسوف الألماني الملحد. فالمهم هذا الفيلسوف وكما هو بقية الفلاسفة المثاليين ركزوا على أن الوعي هو الذي يتحكم في كل أمور الحركات المادية، حتى يعني مثلا يقول يعني الوعي في قوة الإبداع. يعني الإنسان عندما يبدع ويخترع ويشاهد الأمور، كل هذه الأمور من خلال قوة الوعي. يعني اليد أو القدم أو الكبد أو القلب لا يفكر ولا يفعل، وإنما العقل البشري الوعي هو الذي يفكر. إذن هذا الوعي يعمل من خلال قوة الذبذبات التي تأتي من الإله المطلق. كيف كيف؟ هذا الإله المطلق غير منظور، كما أنه هو العقل البشري الوعي غير منظور. يعني ذكرت سابقا الوعي عندما يتصور الإنسان يغمض عينيه يتصور قصرا كبيرا أو مثلا سيارة فاخرة يتصور، لكن هذه السيارة موجودة في مخيلته لكن غير موجودة كمادة. هذا هو الوعي. كيف؟ وهنا يختلف الفلاسفة المؤمنين والملحدين في مفهوم الوعي. شايف كيف؟ الملحدين يقولون بأن الوعي نتج نتيجة تطورات الخلايا المادية، بينما الهيجل وبقية الفلاسفة المثاليين المؤمنين يقولون بأن هذا الوعي المتمركز في الكتلة الدماغية يعمل من خلال قوة الإله المطلق الذي يعطي قوة درجات الذكاء لكل إنسان وعلى أساسه يفكر. فالوعي هو الذي يخترع ويحرك ويبني الأبنية والناطحات السحابة كلها. كذلك الإله المطلق هو الذي جلب الوجود الكواكب والنجوم بطريقة ما، قد تكون خلال أيام أو خلال سنين أو أو أو. هيجل بالمناسبة وبقية الفلاسفة لا يضعون أيام محددة كما تقول كتب الدينية بستة أيام وخمسة أيام. هذا كلام يعني أسطورة قديمة موجودة في الديانة البابلية القديمة، يعني نسخة سفر التكوين في الكتاب المقدس، والتي هي مأخوذة من في الديانة البابلية القديمة شابهة لكن بعض التغييرات. لاحظ فنظرية الخلق أو المفهوم المثالي أعمق وأشمل من المفهوم الموجود في الكتب الدينية، كما يقول القرآن إذا سألتم عن الروح فإنها من عند الله وانتهى الموضوع. لاحظ يعني أعطاك الجواب الشافي وكافي بكلمة واحدة. كيف تعرفون الروح؟ عم يسألوا الناس، عم يسألوا كيف هذا؟ قالوا هذه من صنع الله وانتهى الموضوع يا أخي، سكر. يعني المهم انه انت تعبد الله وهذا، والا بئس المصير والجهنم والحريق والكذا. يعني عمليه خوف لجلب الناس الى الايمان، هو معتنق محمد فلذلك يقول هذه الطرق ويضع انه اتبعوني والا مصيركم بالجهنم. اشكرك اخويا فؤاد، بصراحه كان سؤال هو خاطر لي. يعني الاخ كريم الزين عم بيقول ممكن نسال المؤمنين مين خلق الله؟ برأيك فؤاد يعني انه المؤمن ليش ما بيحط براسه مين خلق الله؟ يعني ليش يتوقف؟ يعني يكون عقله عاجز عن فهم مثلا مسألة اللانهاية. يعني هو بيقول لك طلع على نفسك انت معقد، فلازم بما انه انت معقد وجسدك معقد والكون معقد فلازم يكون في شيء أعقد منه. يعني السببية والمسبب مثل ما بقول، يعني ليش ما بيتسأل طب الله هذا اللي خلق كل هالتعقيدات المفروض يكون أعقد من هالتعقيدات، فهل معقد أكثر من هالتعقيدات؟ ألا يجب أن يكون له موجد معقد أكثر وأكثر؟ سؤال جيد. طبعا الملحدين يسألون المؤمنين، أو حتى المؤمنين يعني عندما يبدأون بالتفكير المنطقي يعني يفكرون يعني كيف أوكي الله أو الإله خلق هذا الكون، طيب من خلق الإله؟ لاحظ كيف؟ يعني هذا سؤال جيد. كيف؟ فهنا في علم اللاهوت العقائدي وبعلم الشريعة وفي المدارس الدينية بشكل عام هناك عدة أجوبة على هذا السؤال. كيف؟ البعض يقول كيف بأن الله
اولا غير مخلوق، شايف كيف؟ فهو ازلي، شايف كيف؟ فلذلك هو يختلف عن الكائنات الحيه. الارض له عمر، الانسان، المجموعه الشمسيه، مجرد درب التبان، شايف كيف؟ ويميلون الى الجانب العلمي، يقول بان الارض له عمر معين 14 مليار سنه وهذا، اذا معناته لكن الاله غير مخلوق، شايف كيف؟ فهو ازلي، فهو غير مخلوق، شايف كيف؟ فلذلك هذه النقطه يختلف عن الكائنات الحيه، فهو قوه مطلقه. سؤال اخر مثلا، يقولون ذكرنا هذه المره في المره الماضيه، هل الله هو ذكر او انثى او مخنث او لا جنسي؟ الاجابه متعدده، يعني انا سالت رجال دين كثيرين، البعض يقول مذكر والبعض يقول انثى والبعض يقول هو الكل، لكن هو وجود الشموليه في ماهيه الوجود. يعني كيف الشموليه؟ يعني المؤمنين، شايف كيف؟ مثل ما قلت ان نظريه الفلسفه المثاليه تعتمد على استنتاج عقلانيه عدد المذاهب. شوف مثلا، هل الله ذكر ام انثى ام مخنث ام لا جنسي؟ مدارس علم اللاهوت وعلم الشريعه تعطي تفاسير متعدده، رغم الغالبيه يقولون بان الله ذكر، لكن البعض يقول لا يهمني اذا كان انثى، لا البعض يقول له هو ذكر وانثى ومخنث ولا جنسي، يعني جمع الكل. يعني المهم، يعني هنا يدخل العقل يتثبط يستصوير، يعني هو العقل هو مذكر وهو مؤنث وهو جنسي وهو جنسي، يعني الامور بلشت تضيع، كيف؟ بس لكن يعني هم بشكل عام يقولون بان الاله هو غير مخلوق ازلي. كيف ان الملحدين يقولون بان الكون ازلي ابدي باعتبار الماده لا تفنى ولا تخلق؟ نحن لم نرى، يعني لا نقول نحن الكون ازلي ابدي، الملحدين عندما يقولون هذا من خلال تجارب مخبريه، الماده لا تفنى وبالتالي لا تخلق، الزمان والمكان، الطول والعرض والارتفاع، شايف كيف؟ كلها تجارب تثبت وبعدها يستنتج الانسان، لكن هنا لا يوجد تجارب، لا توجد براهين ولا اي، وانما يقولون بان ماهيه الوجود ككل تعتمد على قوه الهيه خفيه، وهذه القوه هي غير مخلوقه، فالله غير مخلوق، كيف؟ فمن خلق الله هو سؤال يعتبر الى حد ما مجازي، او نوع من الفضوليه للانسان ليعرف لماذا الله خلق، او لماذا خلقنا لنعبده، كيف؟ فيقولون بانه خلق الله الانسان ليعبده. طيب اذا نحن لا نعبده هو سوف لا يتغير، يعني نحن موجودين او غير موجودين بالنسبه له لا شيء، يعني لا يوجد اي فرق، لانه هو المطلق، كيف؟ فهنا تدخل يبدا الضياع والتفاسير المتعدده، وتظهر المدارس الفلسفيه في الفلسفه المثاليه والعلوم العقائديه الدينيه كلها تتفرع لها تفاسير. لكن بشكل عام طبعا، لكن الجواب الاصعب ان الله هو اله ازلي غير مخلوق. فهنا ياتي الجواب الشافي من قبل المؤمنين اذا سالوا من خلق الله، فالله يعتبرون هو ازلي غير، لكن هل حدا راه وحدا لمس فيه؟ لا طبعا، لا يوجد اي شخص حتى اليوم، اي مؤمن لو سالنا من هو الله ستتعدد التفاسير لا شك. يعني تفضل اخ جان. طيب اذا الله هو ازلي، يعني وبدون اي يعني دلائل، بدون اي اشياء ملموسه ممكن يبرهنوا عليها بهالادعاء هذا ازلي، بيجيك الملحد في عنده بيقول لك الماده ازليه وممكن يبرهن عليها، فلا بهالنقطه هي، هل ممكن يعني يكون اله الملحدين هو الماده ذات نفسها هي يعني مبرهنة أكثر من وجود من الله هذا بتاع المؤمنين؟ لا، هو إله الملحدين هو يعني كيف بدنا نقول، هو إله الملحدين هو بيعتبره هو الكون، ماهية الكون، يعني كينونة الوجود. بالضبط، هاي الفكرة، يعني إنه الملحد بيقول لك المادة أزلية لا تستحدث من عدم ولا تفنى، فموجودة. هذا أكبر دليل إنه يعني إذا المؤمنين يقولون إنه الإله أزلي وهو إله هو خارج عن كل شيء، يعني فالملحدين هون في عندهم شيء برهان على الأرض الواقع. لا شك نحن في نهاية المطاف راح ندخل في مقارنة بين المادية والمثالية، كيف رغمنا نتحدث نحن الآن نطرح بشكل أوسع عن المثالية، لكن في آخر المطاف سنصل ونعطي المقارنة بين الطرفين، والمشاهد له الحق في اختيار ما يريده. بس لكن كما ذكرت في البداية، يعني البراهين للفلسفة الملحدة المادية هي براهين علمية، تجارب مخبرية. الفلسفة المثالية استنتاجات عقلية، تفسير عقلاني.
وفي آخر المطاف يعني قد يكون البعض يعني يقول لك نعم الكون أزلي أبدي، التجارب تثبت على صحة الشيء، الزمان والمكان أزليين غير مخلوقين، وكل شيء له طول عرض ارتفاع، فلا يمكن أن يتواجد كينونة خارج هذا الشيء اللي موجودين فيه، والتفكير هو انعكاس للواقع. يعني مثل ما ذكرت عندما الإنسان يعيش في قصر من 100 غرفة يفكر بطريقة يختلف عن عندما ينتقل إلى بيت مؤلف من 3 غرف. الإنسان نفسه الوعي يتغير بالنسبة للمحيط المادي. إذن هناك البراهين الكثيرة في المادية وهناك الفن في المثالية، لكن في آخر المطاف كما ذكرت إحدى النظريتين صحيحة والأخرى خاطئة. شايف كيف؟ يعني هذا لا شك أنه ما في مجال يعني، بس لكن في آخر المطاف في الناس يؤمنون بالإيمان يعني بالمثالية أو هناك بالمادية، يعني لأنه الكثيرين يعني يقولون كل ما تقوله أن الكون أزلي أبدي غير مخلوق، المادة لا تفنى وبالتالي لا تخلط الزمان والمكان، بس لكن أنا أعتقد بأنه وجود إله. بس لكن نحن إذا سألنا أي مؤمن عن الإله شكله طوله وكذا لا يراه ولا لا يرى ولا يسأل، لكن يؤمن به يعني يعني كما نقول يعني كنوع من الهيولي أو لا أستطيع يعني أقول لك يعني شيء غير مرئي. يعني هذا هو أكبر توضيح لمفهوم الإله، يعني شيء غير مرئي، يعني هل هو موجود بيناتنا نحن الإله لكن نحن لا نحس به. يعني لاحظ هيك، هذا هو التفسير الأخير يعني، وهو هل موجود هنا أو موجود في خارج الكون المادي وله تأثير في تكوينة وحركة الكون، لكن قضية هذا. لكن أنا برأيي بعتبر أن الإله هو عبارة عن اعتقاد موجود في العقل المؤمن، هو موجود في العقل المؤمن عبارة عن تصور، هو موجود. شايف كيف؟ كما هو الإنسان يتصور مثلا سيارة فاخرة أو قصرا كبيرا، هذا القصر في مخيلته لكن غير موجود. شايف كيف؟ يتصور لكن هو يعتبر. فلذلك أين البراهين لإثباته؟ بيقول لك هي ماهية الوجود، هي آخر نقطة الفلاسفة الذين يعتبرون بأن الله وجوده على هذا الأساس. قضية إيمان عقلي، استنتاجات عقلية فقط. تفضل أخجان. أشكرك أخوي فؤاد. طيب في سؤال كمان من سوزان عم تقول كيف يكون الرد على إذا اندثرت مجموعة من مكونات طائرة مستحيل تتكون طائرة بوينغ مثالية. يعني هن إنه أظن الفكرة إنه يعني كيف ممكن طائرة لحالة تصير يعني بدون ما يتدخل شيء. المؤمنين دائما يطرحون الفكرة هاي، يعني إنه هل معقول يعني طائرة تتجمع لحالة وتصير طائرة يعني إلا إذا الإنسان صنعها؟ هذا سؤال جيد، وهذه إحدى نقاط القوى لدى المؤمنين عندما يدخلون في جدل مع الملحدين. طبعا إذا طائرة سقطت اندثرت وانقرضت وتحولت إلى قطع متعددة لا يمكن أن تجتمع لوحدها، أو الطائرة تم صنعها في مكان معين في شركة معينة، طبعا هذا سؤال وجواب منطقي. بما أن الإنسان الوعي الإنساني يقوم بتصنيع الطائرة وتجميعها، أو عندما تندثر أو تتحطم لا يمكن أن تجمع إلا من خلال قوى تقوم بإعادة إصلاحها. إذن فكيف يمكن لهذا الكون؟ طبعا، لكن الجواب عليه بشكل واضح كالشكل التالي. طبعا نحن نرى وذكرت سابقا هناك نوعين من الاستيفاء، في الاستيفاء الطبيعي والاستيفاء الاصطناعي. الاستيفاء الطبيعي هو الحركة الكونية، نحن ذكرنا سابقا بأن الوجود ماهية الوجود فيها قوى، الخشب، الحديد، النحاس، اليورانيوم، هذه القوى تختلف، المادة المشعة لها قوة تختلف عن معدن الرصاص أو الألمنيوم أو عن الخشب. الحركة الكينونية القوة الذاتية تتفاعل وتظهر مواد وتختفي مواد لكنها لا تفنى. يعني مثلا نحن نأخذ تحدثت سابقا عن الصخر المرجاني، الشعاب المرجانية. هذا الشعاب المرجاني هذا استيفاء طبيعي، الإنسان لم يتدخل فيه. كيف؟ إذا جلبنا هذا وقمنا بتصنيع شعاب مرجانية مماثلة له من تصنيع الإنسان وهو تصنيع اصطناعي، الإنسان يقوم بتصنيع اصطناعي بينما الاستيفاء الطبيعي أو الاستيفاء الطبيعي والاستيفاء الاصطناعي عمل الإنسان وعمل الطبيعة. وجلبنا القطعتين، إحداهن كطبيعة وإحداهن والأخرى عمل الإنسان، ووضعنا أمام إنسان عادي لا يعرف بالشعاب المرجانية، سوف ينظر إلى الإسلام وسوف يقول إما يقول عمل الطبيعة من الطبيعة هذه موجودة أو عمل الإنسان. كيف؟ فإذن هنا النقطة،
السؤال عندما تسقط طائرة وتندثر إلى عدة قطع طبعا لا يمكن أن يتم جمعها إلا إذا يقوم قائم، لكن الكينونة وقوة المادة في الصراع والتفاعلات تؤدي إلى تحولات، شايف كيف؟ فمثلا كيف تتحول من مادة غير حية إلى مادة حية، ومن وحدات الخلايا إلى تعدد الخلايا؟ هذا عبر ملايين من السنين، شايف كيف؟ شايف كيف؟ فنظرية التطور عندما تقول التطور يبدو رويدا رويدا شيئا فشيئا، لا يمكن لا يتم التجميع بشكل فجائي أو الكل بلحظة واحدة، شايف كيف؟ العملية عملية تطورية، كما ذكرت يعني الإنسان عندما يقوم يسير في حديقة أو في برية جرداء تبدأ سقوط الأمطار، بعد فترة من عدة أيام من سقوط الأمطار نرى على الصخور تظهر بعض الأعشاب، أسابيع معدودة نرى بين هذه الأعشاب تظهر الديدان، شايف؟ من تفاعل الصخور مع مياه المطر والأملاح ولهذا تشكلت الأعشاب، ومن حركة الكينونة الأعشاب وهي تحولت من مادة الأعشاب أو النباتات تتحول إلى كائنات حيوانية كما هو معروف في علم الطبيعة وفي علم النباتات وفي علم الحيوان، شايف كيف؟ فالتطور عم يحصل بشكل رويدا، فإذا مثلا سقطت الطائرة طبعا لا يتم تجميعها هكذا، لكن نظرية التطور هناك الاستيفاء الطبيعي وهو من الحركة الكونية والتغيرات، وبالتالي الاستيفاء الطبيعي هو عمل الإنسان، هناك فارق بين الاستيفاء الطبيعي والاستيفاء الإنساني، هذه النقطة على ما أعتقد أصبحت واضحة. تفضل أخجان. أشكرك أخوي فؤاد. طيب خلينا نشوف يعني من الدلائل على يعني وجود الله أو شيء من القبيل، ظهور المواد واندثارها دليل على الخلق، يعني ظهور المواد بعدين تندثر، يعني بيعتبروها دليل على وجود الخلق، ما مسألة الخلق أو الإله. يعني لاحظ هو الإنسان يعني بشكل عام حتى لا نأخذ على مستوى العلماء والفلاسفة، يعني عندما ينظرون إلى الكون والحركات الكونية شايف كيف يتساءلون، كيف التساؤل يعني هذه الحركات والأعمال التي تحصل في الفضاء في الطبيعة وفي في البحار وفي أعماق المحيطات، شايف كيف يعني هذه الحركة المستمرة إن كانت منتظمة أو عشوائية أو شايف كيف تدفع إلى التساؤل، يعني شايف كيف هناك مواد تظهر تتفاعل تحصل انفجارات بركانية، شايف كيف يعني بغض النظر عن المادة تفنى أو لا تفنى هذا تجربة مخبرية، شايف كيف لكن هذه التفاعلات التي تحصل شايف كيف وتنقرض مثلا كالديناصورات أتت وانقرضت، شايف كيف يردون بأن هذه العملية الوجود والانقراض دليل على أنه هناك قوة ماورائية تحرك هذا الوجود، شايف كيف يعني المحدودية في قوة المواد تدفعهم إلى الرد إلى الإله المطلق، هكذا يفسر الفلاسفة المثاليون، يعني لا شك فأن قوة المواد وقوة الطاقة الموجودة كما هو الإنسان يملك طاقة داخلية مع الكبر عندما يصبح هرما تضعف هذه الطاقة ويموت، كذلك المواد كذلك تتفاعل، فهل ظهور والاندثار أن يردونه بأن هذه لا شك بأنها تعتمد على قوة خفية، كيف؟ فالتفسير تفسير عقلاني بحت، لا يوجد أي مجال علمي للتفسير، لأن كما ذكرت سابقا كافة العلوم من علم الفيزياء لعلم الكيمياء وعلم الجيولوجيا وعلم المحسوسات كلها أثبت أن لا ولن يمكن أن تتواجد روح تعيش لوحدها مستقلة عن المادة، توجد مادة بدون روح كالمعادن والخشب والتربة، وهناك مادة وروح أو الوعي كالإنسان والحيوانات، لكن روح مستقلة لا يمكن، يعني العلوم كلها أثبتت أنه لا يمكن أن يتواجد شيء، لكن الإيمان تبقى قضية عقلانية وقضية اعتقاد شخصي، لكن لا يستمد لا بأي شكل من الأشكال إلى براهين علمية، إلا هناك في بعض الفلاسفة الذين يبدأون أو يحاولون التوافق بين الدين أو بين الخلق وبين العلم، يعني يأتون بمس بعض النظريات العلمية ويجلبونها إلى الحياة لكي تكون واضحة، وهذا يحصل بين الحين والآخر، يعني يقولون بأن فرضا يعني هذا التفسير لا يمكن نأخذه بعين الاعتبار، لكن العلماء المسلمين يقولون بأن الله خلق الكون في 6 أيام، لكن اليوم الأول هو 5 ملايين سنين والسنة واليوم الثاني 10 ملايين وكذا أو يجمعوا 14 مليار، وهو إذا محمد تحدث بالعلم، يعني هذا كلام يعني لا يمكن يتقبله أي إنسان يفكر ولو
لتفكير منطقي بسيط. يعني الكلام واضح في ستة أيام وفي اليوم السابع استراح وذكرت هذا الكلام. هل الله يتعب لكي يستريح؟ يعني لاحظ التناقض في الذي ألف الكتاب أو كتبه. فلذلك يحاولون أن يجلبوا التعاطف بين العلم والدين. كما أن هناك كثير من الفلاسفة رفضوا نظرية التطور في السابق، لكن في الأخير قسم منهم يؤمنون. مثلا في علم اللاهوت في إيطاليا، في روما، في الفاتيكان، وفي علم الشريعة كذا، هناك بعض رجال الدين يؤمنون بنظرية التطور، لكن يقولون بأن هذه المادة منح الله أو الإله القوة لكي تتحرك وتتفاعل وتتطور. كيف؟ عملية التجميع. لكن في البداية عندما نشأت نظرية التطور ظهرت من قبل داروين أو كانت مرفوضة من كافة رجال الدين على مختلف الديانات على صعيد العالم ككل. وهذه هي النقطة، دليل على أن لاحظ أن الفلسفة الملحدة أو العلم يجابه الدين ومع الزمن يحطمه، فيحاول الدين أو المؤمنين أن يخلقوا التوافق مع نظريات العلم، لأن نظريات العلم نظريات واضحة. يحاولون أن يخلقوا التوافق، لكن في آخر المطاف لا يمكن أن يتفق العلم مع الدين، لأن العلم أي العلوم لم تكشف الله ولم ترى الله ولم تظهر ولا تقول هذا هو الإله أو هذه الروح الذي يؤمن بها البشرية أو المؤمنين، لا. فإذلك لا يمكن أن يتوافق العلم مع الدين، لكن رجال الدين يحاولون أن يقبلوا نوع من التوافق بأن العلم يسير مع الدين الإيمان، وإلا العلم والدين لا يتفقان على طرفي نقيض. تفضل أخ جان. أشكرك. يا ريت سام لو تسكر بس حبيبي سام. طب معنا اتصال من الأخ سام. سام تفضل. سام شكرا، تحياتي لكم. هل الصوت مسموع؟ تحياتي لكم. نعم الصوت مسموع، تفضل. الحقيقه لدي بعض الافكار ساطرحها على شكل اسئله وساترك للاستاذ فؤاد ان يعقب عليها. تفضل. اولا، الا تعتقدون، يعني انا من وجهه نظري ومن وجهه نظر البعض، ان الاله كفكره هو اساسا اتى من تقديس ذو معرفه بدائيه بسيطه، والفلاسفه اخذوا، الفلاسفه المثاليين طبعا، أخذوا مفهوم الإله وحاولوا أن يضعوه في قوالب أخرى، ولكن هو المصدر الذي أخذوا منه هو نفس فكرة التقديس. والنقطة الأخرى، دائما نعرف أن الذين تقسم إلى لا آدارية أو أجنوستيك وملحدين وإلهيين أو ربوبيين مثلا، هل فعلا تعتقدون من وجهة نظري ومن وجهة نظر البعض أن هناك الآن في هذا العصر وبعد هذا الكم من العلوم والمعرفة التي وصلنا إليه، هل نعتقد أن فعلا هناك فرق حقيقي بين اللا أدبي والإلحاد مثلا؟ والنقطة الأخيرة فقط، بالنسبة لو سمحت لي تعقيب سريع على موضوع السؤال الذي يسألونه، كيف يتكون القارب والطائرة والسيارة؟ بالحقيقة نحن نعرف كل هذه الأمور كيف تصنع تماما، ولكن هل نعرف كيف يسير الكون؟ يقول لك المؤمن، كيف ما خلق الكون إذا؟ هل دوائر الطيارة تتجمع؟ إذا كيف الكون يتجمع؟ الحقيقة أنا أعتقد أن المقارنة في عصر الزيوصان بحث درجي لحد ما يعني. وشكرا وأسف على الإطالة وتحياتي لك. ولا يهمك، أشكرك أخوي سام، أشكرك جزيل الشكر على الاتصال. طيب أخوي فؤاد، نروح على السؤال الأول بعدين السؤال الثاني. إذا في عندك تعقيب أول شيء على كلام الأخ يعني أنا اللي فهمت منه أنه عم بيقول أنه هو يعني كيف يفسر المؤمنين بالنسبة على سقوط الطائرة واندثارها لقطعها وإعادة تجميعها. طبعا هذا السؤال يعني إلى حد ما نقول، يعني طبعا نستطيع أن نقول إلى حد ما شبه منطقي الجمع الطائرة. طبعا لا يمكن جمع الطائرة لأن اندثرت لعدة قطع، لكن الحركة الكونية تختلف عن مفهوم الاستيفاء كما ذكرت، لأن الاستيفاء الطبيعي غير الاستيفاء الاصطناعي. فالاستيفاء الطبيعي هو الحركة الكونية، والحركة الكونية تعتمد على قوة داخلية بكينونة الوجود، فالأمر واضح فتتحرك وتتفاعل، أمور تنشأ وأمور تنقرض مع الزمن، يعني هذا طبيعي. لكن تعليق على السؤال الثاني الذي قال بأن الفلاسفة المثاليين، لم أفهم بالضبط، لا حبذا لو تشرح لي ماذا كان يقول. السؤال الأول هو كان أنه فكرة الإله هي أصلاً جاية من عدم المعرفة، عن قلة معرفة، لذلك إجت فكرة الإله وتقديس الإله. يعني هي الفكرة الأولى. السؤال الأول، هل فكرة الإله إجت من
عدم معرفة الإنسان القديم ب ب ب خلينا نقول أدوات العلم الحديثة هالمسائل هاي؟ لا شك، لا شك طبعا. الإنسان القديم لا زال كان معرفته بالطبيعة والكون قليلة، لذلك هي الناحية الأولى. والناحية الثانية هو الخوف، كيف الخوف من البراكين، الخوف من الزلازل، أو خوف من الفيضانات. فلذلك الإنسان القديم كان يؤمن بإله المطر وإله الرعد، شايف كيف، وإله الفيضان وإله القمر والشمس، شايف كيف. فالخوف بالإضافة إلى عجل تفسير المظاهر كان بيرد إلى الإيمان، شايف كيف. فالإيمان هو عامل الخوف، هو الذي دفعه إلى الإيمان. هذه نقطة أساسية. في القديم كان الإنسان يأمن يعني الخوف ويدفعه إلى الإيمان، ويدفعه إلى مثلا عندما يتعرض إلى الفيضانات يبدأ بالصلاة لممارسة شعائر معينة لكي لا تأتي هذه الفيضانات من إله الفيضان وإله الرعد وإله المطر وهكذا. طبعا هذه نقطة أساسية عندما نشأ الإيمان في العقل البشري. فلذلك نرى الإيمان منتشر في كثير، خاصة في المجتمعات المتخلفة أو المجتمعات التي لا تملك النظريات العلمية والمعرفة العلمية. ولحتى اليوم هناك كثير من الناس، أو بالأحرى يعني بغض النظر عن الكتب الدينية، دعك من الكتب الدينية جانبا، لكن يؤمنون، تسألهم يقولون بأن هناك قوة وراء الكون. قضية إيمان يعني، شايف كيف؟ قضية إيمان. بس لكن قديما من الخوف وعدم تفسير المظاهر الجهل هو دفعهم إلى الإيمان. لكن الفلاسفة المثاليين وحتى اليوم قد يكون علماء يعملون في المختبرات العلمية في بريطانيا في الولايات المتحدة مؤمنين، عندما تسألهم طبعا لا يؤمنون بالكتب الدينية، لكن يقولون بأن حكمة الوجود الكون ككل يعتقدون بوجود إله ما ورائه. لكن هذا الإله لا، ليس هو كالإله الموجود في الكتب الدينية. لا، عليك أن تصوم وأن تمارس الجهاد وهكذا وهكذا، لا لا، أو تصلي في الكنيسة، لا. قضية قضية إيمان يعني، هذا هي النقطة. لكن كما ذكر الأخ في القديم طبعا الإنسان خوفه وعجزه عن تفسير المظاهر رده، فلذلك نشأت الآلهة المتعددة، إله الكون وإله إله المطر وإله الشمس وإله الرعد وهكذا. طبعا هذا يلعب دور الجهل ويرد كل شيء إلى المنشأ الإلهي أو المنشأ الغيبي. تفضل. على كل حال، في السؤال الثاني عم بيقول انه في تصنيفات كتير للفكر التنويري، خلينا نقول، او الفكر الجديد. اسف. يعني هل هناك فرق حقيقي بين اللا ادري والملحد؟ هلا لاحظ، الملحد كما ذكرت الذين يؤمنون بان الكون ازلي ابدي غير مخلوق ولا يؤمنون بحياه ثانيه ما بعد الموت. هلا المؤمنين كذلك لهم كذلك عده. هلا هناك الربوبيين الذين يؤمنون بالرب بالخالق لكن لا يؤمنون بحياه ثانيه ما بعد الموت، هذا يقال الربوبي. لا ادريه كذلك، لا ادريه هو انه يعني حسب ما هو معرفتي فيه انه لا ادريه هو انه يعني يرفضون كل شيء غير خارج الادراك العقل البشري. يعني العقل البشري عندما يدرك بالشيء اذا هذا هو الموجود، كما يقول الفيلسوف الفرنسي ديكارت، انا افكر انا موجود. يعني الوجود يعتمد على إدراكه ومعرفه. لا أدري أنه خارج إدراكي ما أنا لا أعترف فيه. كذلك يعني الشكل من أشكال التيارات وجهات النظر الإلحادية، لأنه الإلحاد هناك بعض الأمور تختلف بين الحين والآخر. كما ذكرت بأن نظرية التطور هناك عدة نظريات تطور تختلف وتنقض أحيانا بعضها حسب الدراسات والمكتشفات والهذا، لكن كلها تتفق على التطور. كذلك لا أدري التي تعطي العدم، يعني كل شيء خارج نطاق المعرفة والوعي ويعتبر وهمي وافتراضي. تفضل أخ جان. بكل تأكيد. على كل حال، ممكن نعمل مقارنة بين المادية والمثالية، الفلسفة المادية والفلسفة المثالية. أي. لا طبعا، ذكرت أنا المادية والمثالية هن التيارين الرئيسيين في الفلسفة. المادية تقول بأن الكون أزلي أبدي غير مخلوق، بينما المثالية تعتمد على قوة إلهية. لكن كما ذكرت أن إحداهن صحيحة والأخرى خاطئة. نحن لو جينا سألنا المؤمنين من علماء وفلاسفة وأناس بسطاء، هذا الإله الذين تؤمنون به هو يمثل ماهية الوجود وماهية الكون وكذا وكذا وكذا، هل رأيتم هذا الإله؟ الجواب لا. هل شعرتم بوجوده؟ لا. هل تحدث معكم؟ لا. كيف
هل نحن الآن نحن أبناء البشر، نحن سوف لا نتحدث قبل 2000 عام، نحن الآن هناك ملايين من المؤمنين وملايين من الموحدين، لكن نسأل كيف، لكن كيف تؤمن به؟ يقول لك بأن نؤمن به من خلال العقل الذي يقول بأن هناك وجود قوة خفية ما ورائه. كيف؟ هذه هي النقطة، أقوى براهين الإيمان في الفلسفة المثالية، يعني المؤمنين يقومون على الإيمان العقلي دون أي إثباتات علمية أو حتى إنهم لم يروا هذا الإله ولم يتحدثوا معه، لكن مجرد إيمان يعني. كيف؟ أما المادية كما ذكرت أن تقوم على التجارب المخبرية والمستحاثات والدراسات، كيف؟ فالأمور واضحة. لو أخذنا التيارين الرئيسيان على مدى التاريخ العام، شايف كيف؟ نرى مع الزمن كلما ازدادت المكتشفات العلمية ازدادت قوة الفلسفة المادية الملحدة وضعفت الفلسفة المثالية. كيف؟ بغض النظر عن عدد المؤمنين يزداد أو ينقص، هذا يعتمد على درجة الثقافة والمعرفة. كيف؟ فإذا ومع الزمن المكتشفات العلمية عندما تنقض نظريات الدين أو نظرية الخلق الدينية أو الفلسفة المثالية، يسعى الفلاسفة المثاليون والعلماء إلى محاولة التوافق مع النظريات العلمية. لكن الفلسفة الملحدة هي الفلسفة العلم، يعني العلم بحد ذاته هو يثير مع الفلسفة الملحدة. فالفلسفة المثالية أو نظرية الخلق الدينية هي تحمل بذرة عقلانية إلى الكون والعالم لا شك، كيف؟ لأنه منشأها العقل البشري، لكن تبقى في الجوهر فلسفة كاذبة، يعني مجرد كلام، مجرد لا يوجد أي إثبات ولا أي براهين، أو حتى المؤمنين من مختلف التيارات، ما حتى العلماء والفلاسفة لم يروا هذا الإله، لكن قضية إيمان بالله، يعني قضية إيمان في العقل أعتقد بوجوده، لكن لا يمكن. لكن العلم الفلسفة الملحدة تثبت بأن الكون أزلي أبدي، فالأمر واضح، يعود للإنسان كما هو يعتقد، يعني في آخر المطاف قضية اقتناع عقلي يعني شخصي بحت لا شك يعني في شيء. تفضل أخ جان. أشكرك أخوي فؤاد. طيب خلينا نأخذ سؤال من رادار تي في، عم بيقول هل ممكن تسأل سيد فؤاد عن مقص أوكام؟ بصراحة أنا ما بعرف إذا الاسم صحيح، أنا عم بقرأه كما هو مكتوب. كتفسير اعتمده الخلقيون الأمريكيون لسؤال من خلق الله، وهل من الممكن أن تعملوا حلقات عن فلسفة ابن خلدون؟ ما بعرف إذا وصلك السؤال. ما أنا ما فت بالضبط، إذا لو يشرح أكثر بموضوع فلسفة أوكام ما يعني، لو بصراحة مكتوب عن لو تسأل سيد فؤاد عن مقص أو مقص أوكام، يعني ما بعرف شو بقصد مقص. أنا شخصيا ما عندي علم بمقص أوكام يعني، بس لكن الكلام اللي قاله يعني بالنسبة للفلاسفة المادية أو المؤمنين حول تعليق إنه كيف من خلق الكون ما هو من خلق الله أصدق، يعني هو السؤال، يعني أنا أجيب نيابة عن المؤمنين، يعني أساسا السؤال بالنسبة للفلاسفة المؤمنين يعني عندما يقولون مثلا من خلق الله، الله حسب المفهوم المثالي الفلسفة المثالية هو أزلي أبدي غير مخلوق، يعني شايف كيف، يعني هم هكذا يؤمنون، يعني هذا الإله موجود. كيف يقول الملحدون بأن المادة أزلية الكون أزلي أبدي من خلال تجارب؟ لكن من خلق الله، طبعا الله هو غير مخلوق حسب المفهوم الديني، هو موجود من الأزل إلى الأبد، لاحظ يعني هو ليس قضية مخلوق، هو يختلف عن الكينون المادية، فلذلك يقولون بأنه لا يرى وهو غير مرئي وهو موجود، لكن يختلفون في التفسير. البعض يقول بأن الإله موجود في المحيط المادي الكون الموجودين فيه، البعض يقول لا هو موجود خارج الكون المادي، لاحظ لأنها تفاسير عقلية، فتأتي تفاسير عديدة. كيف؟ يعني فلاسفة علماء مؤمنين، البعض يقول بأن الإله موجود في الكون المادي الذي نعيش فيه لكن هو غير مرئي، البعض يقول لا هو موجود خارج الكون المادي، خارج المجرة درب التبان والمجموعات الشمسية والسنين الضوئية فيها الكواكب المتناثرة وما بعد الثقوب السوداء وهكذا وهكذا، هو موجود خارج هذا الكون المادي. يعني كيف التفسير هون عم بيجي؟ فلذلك الفارق أنه الإله هو غير مخلوق. تفضل أخ جان. طيب معنا اتصال من سارة. سارة تفضلي. سارة
مساء الخير صديقي جان. كثير وقت يعني كنت كثير مشغولة، آسفة على الانقطاع. حبيت نحييك ونحيي صديقك لضيفك الرائع، وحبيت أسأله إذا كان أمكن كيف يفسر الحالة الدينية في الشرق الأوسط، وكيف يستغلون هذو الرجال الأديان من كل الطوائف، كانت مسيحية إسلامية شيعية، كيف يستغلون هذا جهل الشعوب بالعيش على حقدهم مع بعضهم، هو بينموا الحقد عشان يعيشوا هما، عشان يوفروا العيشة، لأنهم يمكن لأنهم لا يحبون العمل، فقط يحبون الكلام، ويزرعوا الفتن بين الإنسان وأخيه الإنسان في الإنسانية. منذ قدم الزمن حتى الآن بدأوا ينكشفون بعد هذا الثورات وكذا. أنا نشوف الحالة، يمكن هو يتكلم على فكرة الإله، لكن في الحقيقة أنا نحب نتكلم على المنطقة. يعني هذه هي، وتحية لكم، توحشتكم بزاف بزاف على قولة بالجزائرية. يعني أشكرك سالة، أشكرك جزيل الشكر. مع السلامة. باي باي. سلامات. سمعت السؤال أخوي فؤاد؟ طبعا السؤال واضح. طبعا نحن لو انحرفنا عن الموضوع، طبعا الوضع في العالم العربي بشكل عام والصراعات الدينية والمذهبية التي تحصل، كما ذكرت العامل الديني في المجتمعات المتخلفة كيف لها دور تأثير كبير. يعني عندما يقف رجل دين في كنيسة أو في جامع أو في أي مكان ويتحدث بالحكم والأمثال، وبعد ذلك يأتي باجتهادات جديدة ويقول هذه فريضة من الله وأن الله وكذا وكذا، يدفع الكثير من المؤمنين بكونهم مؤمنين إلى سماع ما يقوله هذا الرجل الدين، إن كان مسيحي أو مسلم أو 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 ما شابه، ولذلك يتحولون إلى قنابل موقوتة ويتحركون ويفعلون ما يريد. شايف كيف؟ يعني حتى نحن إذا طرقنا الآن الصراع الذي يظهر في العالم العربي بكونه عالم إسلامي، هناك صراعات مذهبية، السنة والشيعة، وهناك كذلك السنة والشيعة والشيعة وهكذا. يعني الأمور كلها متداخلة لسبب واحد، هو الجهل المنتشر في صفوف الناس. يعني كيف قد يكون هؤلاء الناس يدرسون في المدارس، لكنه تأثير العامل الديني يؤدي إلى القيام بعمليات غير منطقية وحتى يقضون على أنفسهم. يعني هلا مثلا تنظيم الدولة الإسلامية، هناك كثير من أوروبا يدرسون في الجامعات، تركوا جامعاتهم والتحقوا بتنظيم الدولة الإسلامية ونفذوا عمليات انتحارية. يعني هذا يعني يعتبرون هذا النوع من الجهاد أو هذا فريضة من الله، بما أنه يؤمن بالله إذا ما هو موجود في القرآن هو صحيح، والجهاد هو أحد فرائض الإسلام، إذا يجب أن أقوم بهذا العمل. كيف قد تكون هناك أسباب ثانية، مثلا لأنه سئم من هذه الحياة فيقوم بهذه العملية الانتحارية لكي يذهب إلى الجنة، أو له طمع بالحريات، أو ربما يبحث عن زوجة لم يحصل عليها هنا فلذلك يذهب إلى الجنة وسوف يحصل على 72 حورية. كيف؟ فكما قالت الأخت سارة، يعني الشرق الأوسط رجال الدين لهم تأثير قوي جدا، فلذلك يستطيع أن يجذبوا الكثير من الناس وأن يضيفوا من عندهم اجتهادات كثيرة ويدفعون الناس إلى الهلاك. يعني هذا أمر يعني يحصل الآن وللأسف. يعني وكما ذكرت سابقا، يعني على ما أعتقد هناك حديث نبوي يقول على المسلم أن لا يقتل أخيه المسلم، أنا لست متأكد لكن توجد هذه الأمور. يعني يجب على المسلم أن يساعد أخيه المسلم، لكن نرى العالم الإسلامي من ظهور الإسلام يقوم على الذبح والقتل والذبح، كما حصل لعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان والحسن والحسين وحتى اليوم. يعني كيف؟ فالنقطة هو سبب التأثير العامل الديني في نفوس الناس. يعني ما يقوله رجل الدين في الجامع يعتبر باعتباره هو كأنه كخليفة الله على الأرض، وبكونهم مؤمنون بالله فما يقوله هو صحيح، هذا رجل دين وتنتقل الفتن. وهذا هو شكل من أشكال الصراع على الثروة والسلطة. يعني ذكرت أن من الصراع بين مثلا إيران والسعودية، صحيح أنه صراع سني وشيعي، لكن هناك محاولة للسيطرة على أبار النفط وعلى أماكن الحج لجلب الكثير من المال، يعني من قبل الحجاج الذين يأتون إلى السعودية. يعني صراع السلطة، الذين يستغلون الدين لجلب الناس على هذا الوضع، وهذا شيء خطير جدا. يعني خطير جدا ويجلب متاعب كثير للأمم، وهذا هو مشكلة الدول الإسلامية. يعني من المغرب حتى أندونيسيا، يعني مسلمون يقومون بعمليات انتحارية في مساجد شيعية وبالعكس. يعني هم كلهم مسلمون ويقتلون بعضهم البعض، هذا كله جهل وعملية غسل دماغ، ويعني شيء مؤسف.
يعني شو مؤسف للغاية، يعني هو بشر وناس سوف يعيشون. طيب يعني لماذا يقتل المسلم أخيه المسلم؟ فلاحظ كيف الحقد والكراهية، فما بالهم باليهود والمسيحيين والملحدين؟ ربما الملحدون هم أكثر الناس غضباً هؤلاء الناس، برغم أن نحن لا نقوم بعمليات انتحارية ضدهم، لكن مغضوب علينا اليهود والمسيحيين أفضل مننا. تفضل أخ جون. طيب خلينا ناخذ سؤال من AMM أظن، عم بيقول: لو خلق الله الإنسان لعبادته فلماذا خلق كل هذه الكواكب والإجرام؟ هل سينتهي هذا كله بانتهاء الإنسان؟ طبعا هذا حسب النظرة المؤمنة، حسب النظرة الدينية. أنا ذكرت يعني النظرية الدينية أو نظرية الخلق، في هناك كثير من الأسئلة لا يستطيع أن يجاهدين بالذات. يقولون بأن العقل البشري محدود والإله هو أقوى، فهل هو يمنحنا الحياة؟ سنبقى على هذه الأرض أم سينفجر هذا الأرض؟ سوف تنشأ كائنات حية شبيهة بالإنسان في كواكب أخرى؟ فهذه تعود هذه من قبل الإله. شايف كيف؟ يعني إذا هناك كثير من الأسئلة لا يعني لا يجاب إليها، لا توجد أجوبة واضحة وقاطعة، لأن تعود بأن الإنسان ذات عقل محدود وإنما الإله هو إله مطلق. يعني كيف؟ بس لكن أهم شيء هو في نظرية الخلق الدينية والفلسفة المثالية، لأن الإله هو أزلي أبدي، وهو الذي منح القوة لهذه القوة والمواد والإنسان في التحرك والصراع، لكن ما بعد ذلك تعود له أمر والناهي. تفضل أخ جون. أشكرك سيد فؤاد أخونا وحبيبنا. طيب في سؤال من أحمد عم بيقول: مثلث برمودا هل هو خرافة أم حقيقة؟ مثلث برمودا هو صحيح، يعني مثلث برمودا هو مقيم في منطقة على شواطئ الشرقية للولايات المتحدة، وهذا المكان هو عبارة عن مساحة معينة تحصل في داخل الأعماق البحار المحيطات كنوع من الحركات الحلزونية، فالمنطقة ذلك المكان منطقة بشكل حلزوني، إذا اقتربت السفن فتسحبها إلى داخل المحيطات. أكيد. لكن هناك أظن شيء من العلوم الزائفة، يعني أنا ما أظن يكون لا على ما أعتقد، أنا يعني هو على ما أعتقد، أنا لست يعني أعطيك الجواب الشافي لأنه تحدثوا عنه. هلا هناك يقولون بأن إذا الطائرة عندما تسير في الفضاء فوق ذلك المنطقة هذا الشيء لا يمكن أن يحصل، لكن على ما أعتقد هناك من يعني الجانب البحري في مكان معين المياه تتحرك بشكل حلزوني، فلذلك عملية كالرمال المتحركة في الصحراء. هلا هناك في قسم في جزيرة العرب في الربع الخالي أو في الصحراء الأفريقية الكبرى رمال متحركة، إذا دخل الإنسان أو سيارة فهذه الرمال تقوم بعملية حركات حلزونية وتبتلع الإنسان والسيارة، الرمال بحد ذاتها يعني هذه مناطق خطرة، فلذلك هناك تنبيه بأنه يجب أن لا الإنسان أن لا يتجاوزها. الرمال المتحركة، هناك رمال متحركة في شبه جزيرة العرب وفي الربع الخالي بالخصوص وفي الصحراء الأفريقية، الرمال المتحركة التي تجذب وتسحب الإنسان وتقتله، يعني يموت يدخل داخل الرمل وانتهي، دائما في حركة. وعلى ما أعتقد لكن أنا لست متأكد مثلث برمودا يتحدثون بأنهم يتم تجنب ذلك المكان لأن المياه تدور بشكل حركة حلزونية فتسحب البواخر إلى داخل الماء. تفضل أخ جون. أشكرك فؤاد. طيب في هشام بن عبد الملك عم بيقول: هل الأديان والاعتقاد بوجود قوة ما بدأت بعد أن أصبح الناس يعيشون في مجتمعات أي بعد الثورة الزراعية، أم منذ أن كان الإنسان صياد يعيش في الكهوف؟ كيف يعني الإيمان هو يعتمد على القديم؟ يعني قصده هل الإيمان بوجود غيبي بالغيبيات بدأ مع الثورة الزراعية يعني من 10,000 سنة تقريبا، أو بدأ من أول ما كان الإنسان صياد، يعني من أول ما كان الإنسان كشخص إنسان ويعتمد على الصيد، يعني تقريبا من 100,000 سنة أو 200,000 سنة؟ يعني كما ذكرت هو الوجود الله أو عدم وجوده أو الإيمان به أو رفضه هو الإنسان الذي قرر هالشيء. فالإيمان والإلحاد موجود منذ أن ظهر الإنسان، يعني البشرية انقسمت إلى قسمين من فلاسفة وعلماء وأناس بسطاء عاديين ومؤمنين وملحدين.
فلا يعتمد على مبدأ أنه بتاريخ معين بدأ الإيمان وبتاريخ معين بدأ الإلحاد، لا، الإيمان والإلحاد تيران رئيسيان، وهناك البشرية قسم مؤمن وقسم ملحد، شايف كيف؟ هذا معروف يعني. لكن بشكل عام كلما ازداد الجهل والتخلف وعدم معرفة قوانين العلم وحركة الكون والحياة يزداد الإيمان، شايف كيف؟ هذه نقطة. النقطة الثانية هو الخوف. النقطة الثالثة هو رفض الإنسان للفناء بيدفعه للإيمان بحياة ما بعد الموت، شايف كيف؟ فهناك عدة هذا، لكن الإيمان والإلحاد تياران موجودان منذ أن ظهر الإنسان. تفضل أخ جان. أشكرك. أنا طبعا بس يعني جواب بسيط لأخونا هشام، يعني هو مسألة الإيمان بالغيبيات هي موجودة مع الإنسان القديم يعني لما كان بالكهوف، ولكن كأديان منظمة طبعا أكيد بدأت مع الثورة الزراعية، لأنه أحسن المبدأ الزراعة ازرع اليوم تحصد غدا، ومن هون بدأت الديانات المنظمة خلينا نقول، وليست اللي كان فيه اعتقاد وخوف فقط لا شيء غير مبني. يعني أظن الديانات المنظمة بدأت بالثورة الزراعية وستنتهي مع الثورة الزراعية في هذا القرن، يعني أنا متأكد من الشيء. طيب في سؤال آخر عم بيقول، هل الأنبياء والرسل كانوا أنانيين حسب الفلسفة الأنانية البشرية؟ كيف الأنبياء كانوا أنانيين؟ هلا شوف، في أحد الفلاسفة الملحدين لا أذكر اسمه بالضبط يقول، وأما الدين فهو من الوجهة العقلية فلسفة من الفلسفات التي أتت لتفسير مظاهر الكون وتحديد مصير النفس البشرية، وهو مطمح أناني إنساني نفسي. يعني النزعة الأنانية في الإنسان يعني بشكل عام، الإنسان يحب نفسه تدفعه إلى الإيمان بحياة ثانية. فهلا هناك الأنبياء، لنأخذ الأنبياء بشكل عام أو شايف، أنهم آمنوا بوجود إله كما ذكرت في حلقات سابقة، أنهم لم يروا الإله ولم يحدثهم لكن آمنوا فيه وفلسفوا التاريخ وجلبوا الناس، أو فلسفوا المجتمع وجلبوا الناس للإيمان باعتبار أنهم معتقدين بوجود الإيمان فجلبوه لعنهم. هذا يعتبر نستطيع أن نقول بشكل مجازي هو في هناك جانب أناني. يعني هلا مثلا نحن ناخذ المؤمنين الذين يؤمنون بالله وبالاخره، لنفرض مثلا جدلا بان نقول هؤلاء المؤمنين من مختلف الديانات على امتداد العالم، لان الله موجود لكن لا وجود لحياه ثانيه ما بعد الموت، عندما يموت الانسان ينتهي كل شيء لكن الله يبقى. انا متاكد ان قسم الاكثر من المؤمنين سوف لا يبالون بالله، هو موجود موجود، نحن اذا سوف نموت ونذهب الى التراب لمثلا نعبده يعني، كيف؟ هناك في دافع الإيمان الأنانية، يعني الإنسان لا يريد أن يموت، فأنا أؤمن حتى أنتقل لحياة ثانية، وهناك الحياة الجميلة والهادئة وكما تصفها الديانات. فهناك في هناك جانب أناني، لأنه الإنسان له نزعة أنانية، فهو مطمح أناني إنساني كما يقول أحد الفلاسفة الملحدين، وهذا الكلام صحيح. يعني هلا نحن الآن نسأل حتى إذا كان هناك مؤمنين على الشاشة، لنفرض أن الله موجود لكن لا توجد حياة ما بعد الموت، هل أيها المؤمن تستمر في الصلاة والصوم أم تنسحب من هذه الممارسة كليا؟ لأنك ستموت وتذهب إلى التراب. أنا متأكد القسم الأكثر سوف ينسحبون، لأن حتى الإيمان وممارسة الشعائر تعود إلى مصالح الإنسان. يعني لاحظ، يعني في كثير من المؤمنين عندما يقع في مصيبة يبدأ بالصلاة، عندما يصاب بمرض يبدأ بالصلاة، عندما يعني شايف كيف؟ يعني لاحظ العملية عملية حاجات ذات مصلحة، وعاني من المشكلة أذهب إلى الصلاة، أذهب إلى رجل الدين، أسأل هنا وهناك، لاحظ كيف؟ فقضية قضية مصلحة وقضية أنانية يعني لا أقل ولا أكثر. عندما يكون ثريا وعمله جيدة لا يسأل على الدين ولا يمارس الصلاة ولا يسأل أي شيء، حتى إنه ربما لا يقدم مساعدات للجامع أو الكنيسة أو أي مكان ثاني يبحث عن ملذاته يعني. طيب شو رأيك باللي بيقول إنه أصلاً الإله اخترع يعني حتى السياسيين ورجال الاقتصاد يسيطروا على الناس، شو رأيك بالمقولة؟ وهذا الشيء حصل في تاريخ الدين بشكل عام. يعني مثلاً هلا مثلاً يأخذ المسيحية، المسيح أجى تحدث بالأخلاق ودعا إلى الصدق وعدم الكذب وعدم الغش وعدم الزنا وكذا، لكن بعد أن اعتنقت أوروبا وبالأحرى إيطاليا روما
الامبراطور قسطنطين المسيحيه واستعمرت الدين الرسمي للدوله، تحولت الكنيسه الى دين ودوله، وسرعان ما بدا الظلم واستغلال الدين لمصالح رجال الدين. ففي اوروبا على مدى قرون كان رجال الدين هم يحكمون يتحكمون بالشعب. البابويه كانت تصدر السكوك مقابل حفنة من المال للحصول على الجنه، اماكن في الجنه. في التاريخ الاسلامي كذلك الامر، ترى كثير من رجال الدين يملكون الثروه والمال والجاه وياخذون التبرعات من اجل مصالحهم الخاصه وبناء البيوت. ويعني هناك نرى كثير من رجال الدين يتزوجن 4 نساء لأن هناك أموال كثيرة فيتزوج 4 يعني، والكل يوافق يعني لأنه هذا رجل دين. يعني رجل دين قد يكون هو دجال، لكن بالنسبة للناس المحيطين حواليه فيقدمون المال وهذا يأخذ ويستمتع بحياته ويؤمن، يؤمن هنا وفي الحياة الثانية وهكذا. يعني طبعا هناك كثير من رجال الدين على مستوى الديانات، حتى في الهند في الديانات استخدم رجال الدين، استخدم الدين كوسيلة لتحقيق المطامح الشخصية الأنانية الذاتية. حتى هناك كان كثير من رجال الدين يعني هن يعتبروا بمثابة كما يقولون كانوا كشياطين، هن رجال دين لكن يستغلون الدين لمصالحهم. يعني حتى هناك في الفترة الأخيرة كانت البابوية في الفاتيكان تم عزل رجل دين كاثوليكي في ألمانيا لأنه يملك مبلغ هائل من المال، يعني يستغل البسطاء في الكنيسة ويأخذ تجمعات وتبرعات وهكذا كلها لمصالح شخصية فتم عزله. هذا الذي كشف يعني هذا في العصر الحديث الحالي يعني عبر سنوات معدودة من الآن. يعني فطبعا لا شك في أن رجال الدين يستغلون المناصب وهذا لمصالحهم الشخصية. تفضل أخ جان. أشكرك أخوي فؤاد. طيب في سؤال من ذا تويكرز عم بيقول هل الإيمان بالغيبيات يؤثر على تطور الإنسان؟ هلا الإيمان ولا شك لدى المؤمن يشعر بالراحة النفسية. كيف؟ عندما يصاب المؤمن بمشكلة أو كذا يقول يا الله يشعر براحة نفسية لا شك هذا يعني. لكن هذا الجانب الإيجابي بالنسبة للمؤمن طبعا، لكن إذا نحن توغلنا أكثر أن هذه الراحة النفسية هي راحة يعني نستطيع أن نقول كأنها شبه كاذبة لأنها سوف لا تحل المشكلة التي يعاني منها. كيف؟ فالجهل يدفع الإنسان إلى الإيمان لكن لا يحل مشاكله، أن الإنسان عندما يعاني من مشكلة اقتصادية يجب أن يراجع المصرف أو يبحث عن عمل، عندما يعاني من مرض يجب أن يراجع الطبيب، لا يكتفي بالصلاة، الصلاة تعطيه راحة بس هذه راحة كاذبة. فلذلك عندما يكون جهل يزداد الدين ويمنع التطور. كما ذكرت بأن الفارق بين الملحد والمؤمن بشكل عام، الملحد عندما يظهر يرى ظاهرة في الفضاء أو في الطبيعة أو أي شيء يبحث عن أسبابه ويعني يتم يبحث حتى يصل إلى الحقيقة ما هي وما هو أسباب المرض وما هو الشيء أو الفيروس المنتشر في محيط معين. بينما المؤمن لا يفسد. إذن العقل الإيمان ويلعب إلى قسم يعني 80% من الإيمان يثبط العقل ويمنعه من التطور. طبعا لا شك في شك يعني الجانب الإيجابي هو يرتاح نفسيا لكن لا يحل المشكلة، يبقى على جهله ويبقى على تخلفه. إذن يثبط العقل البشري في التطور. لذلك نرى كثير من المجتمعات ليس في الدول الإسلامية على صعيد العالم ككل، نرى المجتمعات التي يضغط فيها الدين نرى الناس كفالة كسالة لا يهتمون بالحياة الدنيوية، لا بس يقضون أمرهم في الصلاة والصوم وقراءة الكتب الدينية حتى لا يريد أن يعرفون ماذا يحصل أو الحياة هذه كلها فانية. فلذلك الإيمان يثبط العقل البشري ما في شك. تفضل أخ جان. أشكرك أخوي فؤاد. طيب في سؤال آخر من أجنو عم بيقول سؤال السيدة هل للأديان فضل في تطور أخلاقيات البشر؟ لا حتما، كما ذكرت سابقا الأخلاق ليس لها علاقة بالبشر، يعني الأخلاق ليس علاقة بعقلية البشر. يعني كما يعني هناك ملحدين ذات أخلاق حسنة وغير حسنة والمؤمنين، لكن الأخلاق هو بشكل عام تعود إلى الضمير الإنساني، ضميره هو الذي يقرر أنه يسأل نفسه عندما يقوم سرقة شيء ما من أحد المحلات يسأل نفسه هل هذا العمل هو جيد أو غير جيد، الضمير هو الذي يجيب. لكن يقولون بأن الإيمان أو الديانات تهذب الإنسان، كيف تمنعه من الغش ومن السرقة لأن الله سوف يعاقبه. لكن نحن إذا سألنا هذا الإنسان إذا كان الله لا يعاقبك ماذا تفعل؟
ربما سيقوم بأفعال شنيعة أكثر. فإذا الأخلاق غير مرتبطة بالدين، لا بالعكس، أنا أرى بأن المؤمنين يكونون أكثر شراسة، لكن خوفا من الله لا يقومون بأعمال غير جيدة. أكيد يعني، فإن الله كما يقول له خاف ربك يقال في الكلام، أو ماذا تفعل؟ إن الله يراك، إياك أن تسرق، فإن الناس سوف لن يروك اليوم ولكن الله رآك فسوف يحاسبك في يوم الدين، إذا لا أقوم بالسرقة. فهذا الإنسان لا يقوم بالسرقة ليس من باب الأخلاق، لا، خوفا من الله يعني من العقوبة، وإنما هو يقوم بالسرقة. فالأخلاق ليس علاقة بالدين نهائيا. هناك كثير من المؤمنين يقول لا، إن الدين هو اللي يهذب الناس، لا، الدين هو يعني يخلق الخوف للإنسان لكي لا يقوم بعمل ما، لا يقوم بالزنا، لا يقوم بالسرقة، لا يقوم بالقتل، وهكذا، خوفا من الجحيم يعني. تفضل أخ جان. بصراحة بهالنقطة هي أخوي فؤاد، يعني اليوم المؤمن بيقول لك إنه هو يعني أخلاقي إلى أبعد الحدود، مع إنه هو لا يعمل شيء مثل ما تفضلت حضرتك شيء صالح إلا لأخذ حسنات، يعني مقابلها، يعني هي تجارة الشغلة، وما بتمنع من يعمل أشياء إلا الخوف. كيف ممكن نوصل الفكرة هاي إنه الأخلاق ما لها علاقة بالدين؟ بالعكس، الدين استغل الأخلاق لصالحه وقلب موازين الأخلاق. كيف ممكن نوصل هالفكرة للمؤمن؟ يعني شوف، أنا بلاحظ إنه الأخلاق هي تعود بالأساس إلى ضمير الإنسان والتفكير المنطقي للأمور. يعني هلا مثلا، يعني نأخذ فرضا في موضوع السبايا. السبايا كان موجود في عند اليهود عندما تم سبي بابل وغيره، لكن سوف نتحدث بالنسبة لموضوع السبايا في الإسلام، كون العالم العربي غالبيته مسلمين، رغم أن هذه ظاهرة السبايا موجودة في كثير من دول، يعني في الديانات القديمة. يعني السبايا، نحن لو نحن يعني تفكرنا منطقيا، هل من المنطق والمعقول أن تذهب إلى ناس يختلفون في العقيدة وتخطف بناتهم وتجلبهم من أجل التسلية وإشباع الغريزة؟ يعني أو نسأل السؤال، هل نحن مثلا المسلمون ويوافقون أن يأتوا مسيحيون أو يهود ويأخذون بناتهم بكونهم سبايا؟ لاحظ، يعني موضوع السبايا هذا موضوع غير منطقي نهائيا وغير عقلاني وغير أخلاقي. لكن يعني هنا الإسلام عندما وضع أو وجد سبايا، هذا عملية وسيلة للضغط على الناس الغير المسلمين للدخول في الإسلام. يعني السبايا عندما يدخلون الإسلام فهذه تصبح شرعا، وتتزوج مسلم وتحصل على الدار وكذا وكذا، وهو معروف، يعني وسيلة لجلب الناس للدين، فعملية تحقير للناس اللي غير المسلمين وإجبارهم على دخول الإسلام. لكن هي في الواقع فكرة السبايا هي فكرة يعني قمة في الانحطاط الأخلاقي، لكن الدين يعتبرها ظاهرة جيدة ويقول بكونه هذا القرآن كلام الله، إذن السبايا ظاهرة جيدة. لكن في الواقع رغم أن هالشيء هذا، نحن نرى هناك كثير من الدراسات في الكتب الإسلامية غير صحيح مسلم وصحيح بخاري لا يذكرون موضوع السبايا، لأنه شيء معيب. جهاد النكاح، على كثير من المسلمين لا يعرفون هذه الأمور، يعني لأن هذه أمور معيبة يعني وغير أخلاقية يعني نهائيا، لكنها هي موجودة في الإسلام. لكن مع التطور ومع الزمان، هناك كثير من رجال الدين يتجنبون تدريس هذه الأمور في الإسلام، لكن هي موجودة، جهاد النكاح والسبايا ويعني أمور كثيرة كلها يعني، ويا للأسف، بس لكن تسيفة لها تأثير. طبعا رجال الدين لهم تأثير قوي. رجل الدين بإمكانه يتحدث في كنيسة أو في جامع أو في أي مكان، هؤلاء المؤمنين يتحولون إلى قنابل انشطارية، يعني يفعلون الشيء المستحيل، لهم تأثير أكثر من رئيس دولة أو أستاذ جامعة، ولو ينطق بالحق. لا، رجل الدين ربما كلامه كله كذب، بكونه رجل دين يتحدث باسم الدين، فالمؤمنين يتحولون إلى ينفذون ما يقوله 100%. لاحظ، فله تأثير الدين، هناك له تأثير قوي في نفوس المؤمنين، رغم أنه يعني تأثيره سلبي، لكن الناس ينجرون وراءه. تفضل أخ جان. طيب، راح أخذ سؤالين كمان، وأظن يعني يكفي. في الأخ توكرسا كمان عم بيقول إنه هل التطور الاجتماعي له حدود أم سيذهب إلى ما لا نهاية؟ التطور هو دائم، التطور بكل شيء، التطور العلمي، التكنولوجي،
بكل مراحل الحياة، الحياة في حالة، الحياة الاجتماعية والكونية والكذا كلها في حالة تطور وتحرك وتبدل وتغير، هذا الشيء حتمي، لأن الحياة هي مرتبطة بالحركة، وهذه الحركة حركة صراعية تطورية، فتطور حتما بكل مناحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية والعلمية وعلى صعيد التربية والمادة والكواكب كلها. تفضل أخ جون. أشكرك أخوي فؤاد. طيب سؤال كمان من سام، عم بيقول سؤال أستاذ فؤاد: هل الفلسفة قادرة على تقديم معطيات مهمة في سير الطبيعة كما كان سابقا، أم أن العلم هو القادر فقط على تقديم الحقائق؟ هلأ العلم هو كما هو معروف في علم الفيزياء، في علم الكيمياء، في علم الأجنة، علم المستحاثات وكذا، كيف هذه العلوم. لكن الفلسفة كما ذكرت سابقا هو النظرة الشمولية لنمط معين من الحياة، شايف كيف؟ شايف كيف؟ الفلسفة المادية، الفلسفة الإسلامية، الفلسفة المسيحية، الفلسفة المثالية وهكذا، أنماط نمط معين الإنسان يتبناه، شايف كيف؟ لكن العلوم، شايف كيف؟ هي العلوم المادية المعروفة كما هو معروف، وهذه العلوم تتطور، وبين الحين والآخر تظهر علوم جديدة كفيزياء الكم، هذا علم جديد يعني، شايف كيف؟ كمان مكتشفات في الفضاء الخارجي كما نقول الآن، الثقوب السوداء لا زالت لا يعرفها البشر، يعني معرفة محدودة، شايف كيف؟ فالأمور هذه تتطور، لكن الفلسفة الملحدة تعتمد على القوانين العلمية، كل شيء يرتبط مع العلم هو صحيح، هذا هو مبدأ الملحدين. أما المبدأ الفلسفة المؤمنين أو المثاليين يعتمد على تفسير عقلاني، لا يوجد أي برهان علمي على وجود الله أو على الإله، لا يمكن، قضية اعتقاد عقلي يعني، لا أقل ولا أكثر. تفضل أخ جان. أشكرك فؤاد. طيب في الياس عم يقول: هل يوجد جهاد النكاح عن جد؟ هل بجد موجود شيء اسمه جهاد النكاح؟ هو جهاد النكاح موجود في الإسلام، بإمكان المراجعة صحيح مسلم وصحيح بخاري، وهناك كثير من المراجع الدينية يتحدثون عن جهاد النكاح. ما هو التفسير؟ كما ذكرت الديانات وكلها هو منشأ عقلي، فكيف يفسرون جهاد النكاح المسلمون؟ يعني بما أن المقاتل المسلم يجاهد في سبيل الله، فهو ترك زوجته وعائلته في مكان ما وسافر إلى مكان آخر لنشر الإسلام والجهاد، بكونه رجل له غريزة يحتاج إلى طعام وشراب، وفي نفس الوقت الرجل يحتاج إلى الجنس، فهل يترك المكان الذي يجاهد فيه وينشر الإسلام، هو بقوة السيف، هو بالقتل، هو بالتبشير السلمي، ويعود إلى بيته لكي يضاجع زوجته؟ طبعا لا، عليه الجهاد ونشر الإسلام. هناك بلاد إسلامية، أوكي، هو ينتقل إلى بلاد جديدة يريد أن ينشر الإسلام، إذن هنا يدخل موضوع جهاد النكاح. فالمقاتل المسلم عندما يمارس الجنس يشعر بالراحة النفسية، فهذا عملية تضحية هذه الفتاة من أجل أن يستمر هذا المقاتل في الجهاد. جهاد النكاح موجود في الإسلام، يعني بإمكان مراجعة المراجع أو حتى على الإنترنت، جهاد النكاح في الإسلام بإمكان تحصل على مراجع كثيرة وهي موجودة وصحيحة، يعني ليس هو النوع من المبالغة أو الدعايات لضرب المسلمين وضرب لها. كما هو السبايا كذلك موجود، يعني حتى في شمال أفريقيا تم نقل كثير أثناء دخول المسلمين إلى شمال أفريقيا إلى الدولة الأموية في دمشق، جلبوا كثير من الفتيات، يعني أمر طبيعي هذا، يعني فهو موجود وليس مجرد كلام أو دعاية، لا طبعا هو صحيح، هو جهاد النكاح، وهذا هو التفسير العقلاني الذي قام فيه أئمة المسلمين أو ورقة بن نوفل الذي هو فيلسوف الإسلام. المهم أنه هو موجود. تفضل. سؤال أخير ونختم الحلقة: هل الإلحاد قادر على أخذ المجتمعات إلى الأفضل؟ هو يلاحظ المجتمع لكي يتطور ليس من الضروري أن يكون كله إلحادي، لاحظ لا شك، يجب أن يكون المجتمع حر، يعني المواطن يجب أن يكون حر، له حرية الاعتقاد وحرية التبشير وحرية الكلام وحرية العمل وحرية الصراع الإيجابي، بمعنى أنه شركات تقوم بإنتاج سلعة ما وتتسابق لتقديم السلعة الأفضل للمواطن وبسعر أفضل، عايز كيف؟ فالنقطة الأساسية لكي يتطور المجتمع يجب أن يكون مجتمع حر، ليس من الضروري أن يكون إلحادي. يعني نحن الآن مثلا أعطيك مثال، كوريا الشمالية دولة إلحادية، أوكي أنا أتفق معهم بأنني كوني ملحد، أتفق مع كوريا الشمالية،
لكن كوريا الشمالية دولة إلحادية لكن ليست دولة حرة. شايف كيف؟ فهنا النقطة. شايف كيف؟ فأعطيك مثلا مثال بين كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية. هلا كوريا الشمالية دولة إلحادية لكنها ليست حرة. لا توجد هناك حرية الاعتقاد وحرية التبشير وحرية الدولة دولة إلحادية والإلحاد مفروض عليها. كما هو الحالة السعودية دولة إسلامية لا يوجد أي مجال آخر. يجب أن تكون مسلم والسني ومذهب وهابي وكذا. كذلك الوضع في إيران. بينما كوريا الجنوبية دولة حرة فيها ملحدين فيها مؤمنين فيها انتخابات حرة. لذلك نرى أن كوريا الجنوبية متطورة علميا وثقافيا وتكنولوجيا وفي كل إنتاج السيارات والمصانع وكذا كالدول الغربية. يعني كيف إنتاج كوريا الجنوبية؟ بينما كوريا الشمالية لا يوجد عندها غير سوى التطور العسكري لأنه يحصل صراع مع دول غربية أو مع اليابان والدول الأخرى فيحصل تسابق. لاحظ كيف؟ فنحن نعود إلى مفهوم الصراع في الفلسفة. يحصل تسابق فيحصل تطور في المفهوم العسكري. لكن في الأمور الأخرى كوريا الشمالية لا يوجد عندها تصنيع سيارات ولا تصنيع موبايل ولا شيء. بغض النظر عن الحظر الاقتصادي قبل وجود الحظر الاقتصادي كل الدول الاشتراكية كان لا يوجد فيها حرية الاعتقاد وحرية العمل. فلذلك الدولة يجب كي تتطور يجب أن تكون دولة حرة. وذكرت سابقا بأن لا يمكن العالم يكون كمبدأ واحد. من الصعب يعني هناك مؤمنين هناك ملحدين. هلا إذا نحن قمنا بانتخابات حرة في كوريا الشمالية الإلحادية أنا متوقع بأن التيارات الدينية والأحزاب الدينية ستنتصر. بينما في السعودية العملية معكوسة. التيارات الإسلامية ستسقط. ليس من الضروري أن تصل التيارات الإلحادية وإنما التيارات العلمانية يعني أو الأحزاب العلمانية إذا ظهرت أحزاب يعني. وكذلك الوضع في إيران. لماذا؟ لأن هنا يفرض الإسلام بالقوة هناك يفرض الإلحاد بالقوة. فلذلك الدولتان لا تتطور. لاحظ؟ لكن في أوروبا تتطور. لأن هناك حرية العمل فالحياة تتطور في كل مجال الحالات. حتى المسلمين يحصلون حريتهم في الدول الغربية أو الدول الحرة أو دول الكفر والإلحاد أكثر من أن يعيشوا في دولة مسلمة. يعني لاحظ الفرق. إذا معناته الحياة في الدول الغربية أفضل من الدول الإسلامية. يعني مثال بسيط يثبت على بطلان الإسلام السياسي الذين يدعون فيه الإسلاميون بأن هذا شيء جيد وهو مثالي ويرفعون شعارات الإسلام هو سوف يجتاح أوروبا. لنفرض مثلا جدلا اجتاحت مع بعد 50 سنة بالولادات أو بالتبشير أو لسبب ما دولة أوروبية اعتنق غالبية مسلمون. أوكي؟ يعني 70-80% أصبح مسلمون. ماذا ستكون هذه الدولة الإسلامية كما يتوقع الإسلاميون؟ هذا مستبعد لنفرض جدلا. سوف تكون دولة مسلمة كباقي الدول الإسلامية من المغرب حتى أندونيسيا. القتل والذبح والتخلف والتشرد يعني كما نرى أمامنا نحن الآن يعني لا نحتاج إلى تفاسير ولا براهين. يعني فإذا كانوا يفتخرون بأن سوف تكون أوروبا أو أمريكا مسلمة بعد 100 عام أو 200 عام هذه هي الدول الإسلامية كما ترون أمامكم. يعني سيبدأ الناس يفرون مثلا من هذه الدول إلى دول أخرى يعني الله. فلا داعي الافتخار بأن هو هذا الشيء جيد أو إذا دخلوا الإسلام. اعتقاد يعتقدون. تفضل أخ جون. أشكرك جزيل الشكر أخويا فؤاد على الوقت الرائع اللي أعطتنا إياه. شو عنا الحلقة القادمة؟ الحلقة القادمة سوف تكون بموضوع الإرهاب الدولي. فهذا الموضوع سوف يكون سياسي وديني بالإضافة إلى خاصة يخص العالم العربي وموضوع طبعا الإرهاب الدولي هو يخص بالتيارات الإسلامية وصراع مع العالم. ونقطة أخيرة بقول بالنسبة للمواطنة هي المواطنة هو الشيء مهم هو أن الإنسان يعني يجب أن يحصل على الحقوق والواجبات في الأرض التي تتم الولادة عليه أو في القطر الذي يعيش فيه أو يعني الذي يعيش فيه عفوا. والمقصود فيه يعني المواطنة تقوم على الانتماء على الأرض وليس على أساس الانتماء العقيدي إن كان ملحد أو مسلم أو مسيحي أو بوذي وهكذا. المواطنة هي تعتمد لهذا الشيء يطبق في الدول الغربية لكن في الدول الإسلامية وفي دول أخرى لا تنطبق هذه الأمور وللأسف. فلذلك حقوق الإنسان تضيع في الدول الأفريقية والدول الإسلامية كثيرا في حين في الدول الغربية بالرغم أن الحرية والقوانين كلها نسبية لا يوجد شيء مطلق يحصل الإنسان على حقوقه وواجباته ويستمتع بالمواطنة بغض النظر عن وجود تيارات عنصرية مثلا في الغرب وهذا الشيء يعني يعود إلى نفسية الإنسان. فنستطيع أن نقول لكن المواطنة تقوم على الانتماء على الأرض وليس على الانتماء العقيدي. يعني إذا إنسان كان مسلم يفضل على الملحد أو إذا ملحد يفضل على المسيحي هذا يدل عدم المواطنة. المواطنة صحيح يجب أن يتساوى الناس ككل
في الحقوق والواجبات. تفضل أخ جان. أشكرك جزيل الشكر أخوي أخوي فؤاد على هالوقت الرائع اللي عطتنا إياه. طبعا أشكركم أصدقائي، موعدنا في الأسبوع القادم، طبعا ما نحضر شيء لهلا، لنشوف الأسبوع القادم شو راح يحضر لنا. طبعا أخونا فؤاد راح يكون معنا يوم السبت القادم في موضوع الإرهاب الدولي الدولي، ولنشوف شو راح يجي معنا في البرنامج الأسبوع القادم. أشكرك أخوي فؤاد وأشكركم أصدقائي، وأشوفكم في حلقة قادمة. إلى اللقاء. شكرا.